السلام عليكم يا شباب. النهارده ان شاء الله هنشرح شابتر جديد اللي هو شابتر البارك. الشابتر ده هو سهل خالص، يعني هو سهل جدا، بس هي مشكلته في حاجه واحده، التفاصيل. يعني الشابتر ده مليان مليان تفاصيل، والتفاصيل دي يعني الدكتور قايلها في المحاضره، فهو ما نهملهاش. يعني انا هحاول، عارف انت، لو ايه، هنحاول نتقي الله بس كده في الحته دي، لان هي فعلا فيها تفاصيل. فعشان كده ورقه وقلم، وتكتب معايا كل حاجه، وتبقى مركز معايا كويس جدا، وما تمدش الفيديو. يعني سرعه، ماشي، مفيش مشكله، انا كده كده هتكلم ببطء، فسرع الفيديو عادي، بس ما تمدش. يعني ما تقولش الحته دي انا عارفها فهمدها، لا، اسمع كل كلمه بعد اذنك. طيب مبدئيا بس كده، قبل ما نتكلم عن البارك ونشرح بقى طبقه الكورك ومش الكورك والحاجات دي كلها، بس كده نفهم حاجه كنا قايلينها قبل كده، الا وهي البلانت عامه، النبات. احنا عارفين ان النبات لما بيكبر او لما بيتكون اصلا بسميه يونج بلانت. يونج بلانت يعني نبات صغير، والنبات الصغير ده بيبتدي ان هو يكبر ويكبر ويكبر لحد ما يبقى اسمه ايه، اولد بلانت. اولد بلانت اللي هو النبات الكبير بقى. النبات ده لما بيكبر، هو ما بيكبرش في السن لوحده، يعني هو ما ينفعش يبقى اقول لك ان النبات ده بقى عنده سنه وسنتين ثلاثه واربعه والحاجات دي كلها، لا، ده كمان البنيه بتاعته بتتغير، الاستراكشر بتاعه بيتغير، المورفولوجي بتاعه بيتغير، الشكل بتاعه بيتغير. ليه بقى؟ عشان احتياجاته، على حسب الريكويرمنتس بتاعته. يعني ايه؟ يعني مثلا عندك شجره صغننه وشجره ضخمه جدا جدا، هل الاثنين نفس المورفولوجي؟ هل الاثنين نفس الاستراكشر؟ لا. هل الاثنين نفس الاحتياج؟ لا. ببقى محتاجه زايلم اكتر، وببقى محتاجه فلويم اكتر، وببقى محتاجه سيلز اكتر، وببقى محتاجه فاسكولار باند اكتر، والحاجات دي كلها كنا شرحناها في الهرم، صح كده؟ وقلنا العمليه اللي بيتحول فيها اليونج بلانت لاولد بلانت، قلنا العمليه دي كنا بنسميها ايه؟ كنا بنسميها سكندري ثيكنينج. يعني ايه سكندري ثيكنينج؟ دي العمليه اللي بيحصل فيها تضخم للفاسكولار باندل وزياده عددها عشان تقدر تكفي احتياج النبات وتحوله من يونج بلانت لاولد بلانت، تمام كده؟ احنا بقى دورنا في الشابتر ده نشرح السكندري ثيكنينج بالتفصيل الممل، تفاصيل اكتر مليون مره من اللي اتقالت في الهرب ومن السبترينين، ودي تركز معايا فيها، الله يسترك، تمام كده؟ فنتوكل على الله ونبتدي بسم الله الرحمن الرحيم بالسكندري ثيكنينج. يلا بينا. مبدئيا كده انا قلت لك ان النبات عشان يبقى اولد محتاج ازود عدد الزايلم وعدد الفلويم. مين اللي مسؤول عن الزياده دي؟ مين اللي يقدر يزود الزايلم والفلويم؟ هتقولي الكامبيوم. اقول لك صح، الكامبيوم ده اللي هو اسمه برو كامبيوم. البرو كامبيوم ده اللي هو بيبقى هنا كده، البرو كامبيوم ده بيبقى موجود فين؟ بتوين الزايلم وبتوين الفلويم، بسميه برو كامبيوم، صح؟ او ممكن اسميه انترا فاسيكولار كامبيوم. يعني ايه انترا فاسيكولار كامبيوم؟ يعني ده الكامبيوم اللي موجود في الفاسكولار باندل نفسها، موجود فيها نفسها من جوه كده، بين الزايلم وبين الفلويم. حلو، معلش كده، احنا عمالين نقول كامبيوم كامبيوم كامبيوم، هو ايه يعني اللي بيميز الكامبيوم؟ يعني اشمعنى الكامبيوم هو اللي يقدر يعمل كده؟ ليه مثلا مش الكورتكس هو اللي يعمل كده؟ ليه مش الابيديرما اللي تقدر تعمل كده؟ ما تيجي تشرح لي كده ايه الكامبيوم ده؟ بص يا سيدي، الكامبيوم ده هو عباره عن بارينكايميتا سيلز عاديه جدا، خلايا برانشيميه عاديه جدا، بس البارينكايميتا سيلز دي فيها خاصيه مميزه قوي، ميريستماتيك او اندفرنشيت. يعني ايه؟ يعني الخلايا دي عندها القدره انها تتميز وتطلع لي خلايا تانيه مختلفه، زي بالظبط عندنا في البشر الستيم سيل. عارف الستيم سيل او اللي هي الخلايا الجذعيه اللي تطلع لك الار بي سيز والوايت بي سيز والبليتلتس وتطلع لك كل الحاجات دي كلها؟ اهي نفس الفكره، الكامبيوم ده عباره عن بارينكيميتا سيلز عاديه جدا. البارينكيميتا سيلز دي ليها خاصيه مميزه ليها، ان هي ميريستماتيك او اندفرنشيتد، فهي عندها القدره، عندها الابيليتي انها تخلق لك خلايا زايلم جديده وخلايا فلويم جديده. طب انا ليه بصنع زايلم جديد وفلويم جديد؟ عشان اكفي احتياج النبات. ما هو النبات بيطول، فبيبقى عايز انابيب اكتر عشان يقدر يوصل ميه، عايز انابيب اكتر عشان يقدر يوصل اكل زي فلويم، وهكذا. حلو قوي، تقدر تفكرني معلش العمليه دي كانت بتحصل ازاي؟ كنا بنقول ان الانترا فاسيكولار كامبيوم ده كان بيتحد مع الميدالري ري اللي موجوده جنبه، فاكر الميدالري ريز اللي كانت موجوده هنا، اللي احنا قلنا برضو انها كانت عباره عن بارينكيميتا سيلز، لكن اللي كان بيميزها ان هي كانت بتوين تو ادجيسنت فاسكولار باندل، وان هي كان شكلها الونجيتد، كان شكلها طويل، لان الفاسكولار باندل بتبقى ضغط عليها من ناحيتين فبتبظ كده من اللي جنبه، بتبقى طويله. فاكر انت الكلام اللي قلناه في الهربه؟ مش هعيده، او اكشلي انا عيدته اصلا. يعني المهم ان الانترافاسيكولار كامبيوم هيتحد مع الميدالري ري دي لحد ما يكون لي كامبيوم رينج، حلقه مكتملة، أو كومبليت كامبيوم رينج، حلقة مكتملة من الكامبيوم.
لما الحلقة دي تتكون بسميه في الحالة دي انتر فاسيكولار كامبيوم. انتر فاسيكولار كامبيوم يعني ايه انتر فاسيكولار كامبيوم؟ يعني ده الفاسكولار كامبيوم او ده الكامبيوم اللي بيكون بتوين الفاسكولار باندل بقى نفسها، يعني بين كل فاسكولار باندل والتاني رينج كاملة كده. يبقى الانترو ده اللي بيبقى بتوين الزايلم والفلويم. طب الانتر حتى من اسمها انتر يعني ما بين، فده اللي بيبقى ما بين الايه، ما بين الفاسكولار باندل وبعضها. حلو جميل. يبقى انا كده لما اجي اسالك بالله عليك قول لي الكامبيوم كده توصفه لي بثلاث نقط. ثلاث نقط احنا قلنا منهم نقطتين، قلنا ان هو بارينكيميتا السل، وقلنا نقطه ان هو ميريستماتيك سيل او اندفرنشيتد. طب النقطه الثالثه ان الوول بتاعه سن، اكتبها، هو سن وول. الجدار بتاع الخلايا دي لازم يبقى سن، يبقى رفيع. طب ليه لازم يبقى رفيع؟ فيه ايه لما يبقى ثيك مثلا تخين، او فيه ايه لما يبقى ليجنيفايد او سيربرايزد؟ ايه المشكله ليه لازم يبقى سن وول؟ عشان اقدر اديه المرونه في الديفرنشيشن. بمعنى لما تبقى الخلايا تخينه والجدار بتاعها مغلظ مش هيبقى عندها قدره على الديفرنشيشن بسهوله، هتنقسم بصعوبه لانها تخينه. لكن لما تبقى رفيعه هيبقى عندها مرونه اكتر انها تقدر تنقسم وتديني زايلم وفلويم. يبقى لما اجي اقول لك اوصف لي الكامبيوم تقوله لي في ثلاث نقاط. اول نقطه بارينكيميتا السيل، ثاني نقطه ميريستماتيك او اندفرنشيتد سيل، تالت نقطة ان الوول بتاعه سن. والسن وول ليه سن وول؟ عشان اقدر اديه المرونة في ان هو يقدر يعمل الديفرنشيشن بتاعه بايه؟ بسهولة. حلو. الديفرنشيشن ده بقى كان بيحصل ازاي؟ احنا عارفين ان الكامبيوم ده اللي هو الانترفيسيكولر كامبيوم كان بيعمل لي ايه؟ كان بيعمل لي زايلم لجوه وفلويم لبره. زايلم لجوه وفلويم لبره. الزايلم اللي جوه كنت بسميه ايه؟ كنت بسميه سكندري زايلم. والفلويم اللي بره كنت بسميه سكندري فلويم. يبقى كان بيعمل لي سكندري زايلم وكان بيعمل لي سكندري ايه؟ سكندري فلويم. حلو. وكانت في كلمه كده قلتها لك لو تفتكر، قلت لك ان هو كان بيصنع سكندري زايلم اكتر بكتير من السكندري فلويم. طب ليه؟ انا عايزه افهم الحته دي. ليه الانتر فيسيكولار كامبيوم بيصنع سكندري زايلم اكتر من السكندري فلويم؟ الطبيعه بتاعه الكامبيوم نفسها اللي هي الميريستماتيك سيل نفسها، تمام كده، عندها قدره على الديفرنشيشن انسايد اكتر من اوتسايد. يعني هي عندها القدره انها تصنع خلايا اكتر لجوه، يعني هي بتصنع خلايا لجوه بشكل اكتر من الخلايا اللي بتصنعها لبره. طب مين الخلايا اللي موجوده جوه؟ الزايلم. علشان كده هي بتصنع زايلم اكتر من الفلويم. يبقى لما اجي اقول لك ليه السكندري زايلم بيبقى اكتر من السكندري فلويم، لان الكامبيوم نفسه الطبيعه بتاعت الخلايا الميريستماتيك اللي موجوده فيها عندها القدره انها تصنع خلايا انسايد او توردز انسايد اكتر من الخلايا اللي بتبقى موجوده بره، تمام كده. ومين بقى اللي جوه؟ ده السكندري زايلم. ومين اللي بره؟ السكندري فلويم. حلو. هتفضل تطلع سكندري زايلم سكندري فلويم سكندري زايلم سكندري فلويم وهكذا، تمام كده. طيب لحد ما يتكون لي في الاخر كونتينوس رينج من الزايلم وكونتينوس رينج من الفلويم. وفي الحاله دي انا كده ابقى وصلت للاولد ايه؟ للاولد بلانت. طيب قلنا ان انا لو قدرت اكون المرحله دي مع الاحتفاظ بحجم الستم في الحاله دي هتبقى طبقه الابيدرم موجوده زي ما هي ومنوره. قلت لك لكن ساعات الجروس ده بيبقى زياده عن اللزوم، فبالتالي بضطر اكون الكورك ايه؟ طبقه الكورك، او اكون الكورك كامبيوم واعمل اللي هي الحركات دي. انا مش هتكلم عن الكورك كامبيوم دلوقتي، انا بس عايزه اتكلم عن الفاسكولار كامبيوم اللي انا كلمتك عنه. طب تعالى بقى نعيد الكلام اللي احنا قلناه ده بتفاصيل اكتر واكتر. بص يا سيدي، بسم الله. اولا كده احنا عندنا في الرسمه دي، تركز معايا الله يسترك، الخلايا اللي بالاحمر دي اسمها كامبيال رينج. دي الكامبيال رينج. يعني ايه كامبيال رينج؟ دي طبقه الكامبيوم اللي هي الانترا فاسيكولار كامبيوم ولا الانتر فاسيكولار كامبيوم. والله انا شايف ان دي فاسكولار باندل وادي دي فاسكولار باندل وادي دي فاسكولار باندل ودي فاسكولار باندل، فانا شايف كويس ان الكامبيوم دي مالها مغطيه الفاسكولار باندل كلها، يعني هي معديه ما بينهم بتوين الفاسكولار باندل، فيبقى ده الانتر فاسيكولار كامبيوم. طيب احنا عارفين ان الانتر فاسيكولار كامبيوم هيطلع ايه؟ هيطلع سكندري زايلم لتحت وهيطلع سكندري فلويم لفوق. لما كده بص على العمليه لقيت حاجه ان السكندري زايلم اكتر من السكندري فلويم، ماشي عارفاه، بس لقيت حاجه تانية. بص كده على شكل الزايلم اللي بيطلع، بص كده شايف شكله هنا عامل ازاي؟ خدت بالك انه لاحظت ان الكامبيوم ده لما يجي بيصنع زايلم
بيصنع نوعين مختلفين من الزيلم. يعني ايه؟ مرة الاقيه بيصنع زيلم واسع قوي، ومرة الاقيه بيصنع زيلم ضيق قوي، مرة الاقيه بيصنع زيلم لجنفايد قوي، ومرة الاقيه بيصنع زيلم سيل جنفايد، يعني متغلص بس مش قوي. الله، اجي اكمل الاقي برضو عمل لي طبقة تانية واسعة، يعني بقت عنده طبقة زيلم واسعة، طبقة زيلم ضيقة، طبقة زيلم واسعة، بعدها طبقة زيلم ضيقة. الله، في ايه؟ ايه الحوار ده؟ تعال اما اشرح لك الحتة دي. بص يا سيدي، لما باجي اكون الزيلم، لما اجي اكون الزيلم فيزل، ببص على الوقت اللي انا قاعدة فيه، يعني الفترة اللي انا موجودة فيها، الفصل اللي انا موجوده فيه. هل انا موجوده في الصيف ولا في الخريف ولا في الشتاء ولا في الربيع، ولا انا موجوده في ايه بالظبط؟ ايه ده، ايه ده بجد؟ والله والله. طب ليه يعني؟ ليه انا مهتميه قوي كده بالفتره يعني، او بالجو او بالحراره؟ مش انا قلت لك ان الكامبيوم ده عباره عن ميريستماتيك سيل؟ الميريستماتيك سيل دي بقى ليها نشاط، ليها نشاط يعني ليها اكتيفيتي. الاكتيفيتي ده بيتحفز بدرجه الحراره اللي موجوده. بمعنى لما انا يبقى عندي درجة الحرارة عالية في السمر مثلا، او في السبرينج اللي هو الربيع، لما تبقى درجة الحرارة عالية، مش الشجر بيكون محتاج مية اكتر، بيكون محتاج نيوتريشن اكتر، صح ولا مش صح؟ يعني بيبقى عنده requirements من الووتر والنيوترينز اكتر بكتير من الشتاء او من الوينتر، صح ولا مش صح؟ صح. وبالتالي الكامبيوم هيشتغل اكتر ولا اقل؟ طبعا هيشتغل اكتر. يبقى الكامبيوم بيشتغل في الشتاء اكتر ولا في الصيف؟ لا، في الصيف اكتر. ليه؟ عشان يقدر يصنع لي زايلم فيزلز اكتر وفلويم اكتر. وطبعا هركز على الزايلم فيزل اكتر، لان هي اللي بتنقل الميه، فهي اهم من اي حاجه. هيصنع زايلم فيزلز اكتر. يبقى اما اجي اسالك، هو هيصنع زايلم فيزل في السبرينج والسمر اكتر، ولا في الووتر في الووتر، ولا في الوينتر والاوتوم اكتر؟ لا، في السبرينج والسمر اكتر. ليه؟ عشان الشجر نفسه محتاج كميه اكبر من الميه، فانا هصنع له زايلم فيزلز اكتر عشان اقدر اكفي الاحتياج ده. حلو قوي الكلام ده. طيب انا لسه قايله لك من شويه، انا عايزه اصنع زايلم فيزل ليه؟ عشان ميه، اقسم بالله عشان ميه، عشان اعمل كوندكشن للووتر. يبقى هل انا بعمل الزايلم علشان سبورت؟ لا، يعني اكيد هيعمل سبورت، بس مش ده الغرض الرئيسي. يعني انا كترت الزايلم قوي في فصل الصيف مش علشان ان انا اعمل سبورت، لا، ده عشان اقدر اوصل ميه. وبالتالي عمليه الليجنيفيكيشن بقى، لما اجي احط الليجنين في الزايلم، هكتره ولا هقلله؟ هو الليجنين ده بتاع ايه يا عم الحاج؟ ده بتاع السبورت. وعلى فكره الليجنين وحش قوي للميه، ما بيحبش الميه، فبالتالي لو انا خليته ليجنيفايد قوي مش هقدر انقل الميه. طب ما انا اصلا في السمر او في الصيف انا عامله الزايلم عشان انقل الميه، يبقى اخليه وايد ليجنيفايد؟ لا طبعا، فهقلل الليجنيفيكيشن شويه. يبقى الزايلم اللي انا بصنعه في الصيف او اللي بخلقه في الصيف، الزايلم ده بيبقى شكله عامل ازاي؟ بيبقى وايد فيزلز. وايد فيزلز يعني ايه؟ الانابيب بتاعته واسعه. الانابيب بتاعته واسعه ليه؟ لسببين. السبب الاول ان انا قللت الليجنيفيكيشن، قللت الليجنين شويه علشان الليجنين ده بيعمل سبورت وانا مش عايزاه دلوقتي، والحاجه الثانيه بيمنع الميه، فبالتالي ده هيأذيه. تمام كده؟ فانا عملتها وايد فيزلز ليه؟ زي ما قلت لك لسببين. السبب الاول عشان اقلل الليجنيفيكيشن، والسبب الثاني ان انا محتاجه اعمل كوندكشن للووتر بشكل احسن عشان اقدر اوصله للنبات في فصل الصيف والايه والربيع. كلام ممتاز. لما يبقى الليجنيفيكيشن قليل بيظهر تحت الميكروسكوب او حتى في حياتنا عامه، يعني انت لو جيت قطعته حتى هيبقى لونه فاتح شويه، لونه كده فاتح شويه. ليه؟ الليجنيفيكيشن قليل. تمام. يبقى لما اجي اقول لك السبرينج وود، الخشب الربيعي، بيبقى لونه فاتح ليه؟ عشان الليجنيفيكيشن بتاعه اقل، عشان اقدر اعمل كوندكشن للوتر. حلو. الزايلم التاني بقى اللي بيتكون برضو هنا، انا بشاور لك ان هو وايت بوردد. يعني وايت بوردد يعني ايه؟ يعني في فتحات كتير عشان تعمل كوندكشن للوتر. بص كده هتلاقي ده اللون الفاتح بتاعه، هو ده السبرينج وود اللي هو الابيض ده اللي لونه فاتح، ده السبرينج وود. طيب في فصل الشتاء بقى ايه اللي بيحصل؟ فصل الشتاء انت درجة حرارة قليلة، يعني الشجر مش محتاج مية كتير، بس انت عندك مشكلة، انت فصل الخريف ده بيقع فيه الورد او بيقع فيه الليفز،
وبيبقى فيه هوا كتير قوي قوي قوي، والظروف بتاعت الشتاء صعبه جدا جدا جدا، ومطر كتير، وممكن الشجره بتاعتي تموت. فلا يا حبيبي، ده انا عايزه سبورت جامد جدا. فانا هصنع زايلن فيزلز، بس الزايلن فيزلز بقى اللي انا هصنعها هل هتبقى نفس الزايلن فيزلز اللي انا صنعتها في الصيف؟ لا. ليه بقى؟ الزايلن فيزلز اللي انا صنعتها في الصيف كنت معتمد على ان هي تبقى وايد فيزلز عشان اعمل كوندكشن للووتر واقلل الليجنيفيكيشن بتاعها. لكن في الوينتر بقى او في الشتاء انا معتمده على ايه؟ معتمده على ان انا مش محتاجه انقل ميه كتير، لان انا الشجره بتاعتي مش محتاجه ميه كتير، انا اكشلي اصلا عندي المطره بتحصل مش محتاجه ميه كتير، لكن انا محتاجه سبورت قوي قوي قوي. فبخلي الفيزل نارو او ضيقه، اخلي الفيزل ضيقه بس ازود الليجنيفيكيشن جدا 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 فوق ما تتخيل، لدرجه ان انا لما اجي اشوفه هلاقيه عامل زي الخط البني اللي انت شايفه ده. مش عارفة هتبقى ظاهرة لك ولا لأ، بس شايف الخط البني ده كده اهو. الخط البني ده، ده مين ده؟ ده الوينتر وود او الاوتم وود، يعني اللي هو الخشب الشتوي او الخشب الخريفي. يعني بص، الخشب اللي بيطلع في الشتاء هو نفس الخريف، لكن الصيف والربيع مع بعض. تمام كده يا بتاع انت؟ يبقى الخشب البني ده بتاع الشتاء. طب الخشب الابيض او الفاتح شوية ده بتاع الصيف. حلو كده. طب هو ليه بني؟ بني علشان هو سيكل جنفايد. طب الابيض ده ليه ابيض؟ عشان هو ايه؟ سيل جنفايد او الجنفيكشن بتاعه قليل. تمام كده. طيب حلو قوي الكلام ده. طب ثانيه واحده، ثانيه واحده. دلوقتي انا فاهم كل كلمه انت قلتيها، وعرفت ان الخشب البني ده الاوتم وود. الاوتم وود ده اللي هو ايه؟ اللي هو الخشب الخريفي او الخشب الشتوي. والابيض ده الخشب السبرينج او الخشب السمر، يعني اللي هو بتاع الصيفي او بتاع الربيع. خلاص انا فاهم كل الكلام ده. طب ثانيه واحده، مش انا لو جمعت الاتنين مع بعض اعرف عمر الشجرة؟ يعني ايه؟ مش فاهم. يعني انا هفهمك دلوقتي. هو السنة فيها كام فصل؟ مش فيها اربعة؟ لما اقولك ان الطبقة البني دي اتكونت في فصل الشتاء والخريف، والطبقة البيضة دي في فصل الصيف والربيع، مش الطبقتين دول مع بعض يعملوا لي سنة كاملة؟ صح. تاني، دي الطبقة البني دي نص سنة. نص سنة يعني ايه؟ يعني شتاء وخريف. البيضه دي النص التاني اللي هي الصيف والربيع. ده معناه ان انا لو جمعت الاتنين دول مع بعض يبقى دول كده مع بعض سنه. يعني ايه؟ يعني الطبقتين دول علشان يتكونوا، اللي هو السبرينج وود والاوتم وود، عشان يتكونوا خدوا مني سنه. يبقى انا لو قدرت اعد الطبقات اللي موجوده في الوود، مش انا كده اقدر اعرف عمر الشجره؟ يعني مثلا لو لقيت طبقه بني وطبقه بيضه وطبقه بني وطبقه بيضه وطبقه بني وطبقه بيضة، لقيت ست طبقات، يبقى انا كده الشجره دي عندها كام سنه؟ عندها 3 سنين. ليه؟ لان كل طبقتين بيشكلوا سنه واحده. مفهوم كده الكلام ده؟ حلو قوي. طيب كلام جميل جدا. في حاجه بقى عايزاك تاخد بالك منها برضو، مش ملاحظ ان الوود اللي موجود في النص كده لونه غامق قوي 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 عن بقيه الوود؟ صح، انت ملاحظ كده ليه الشكل ده؟ الوود اللي موجود في النص ده بسميه هارت وود، اللي هو الوود اللي موجود في قلب الخشب، او الخشب اللي موجود في قلب الشجره، في قلب الستيم بتاعها، فبسميه هارت وود. هتلاحظ ان لونه غامق قوي قوي قوي. ليه ده؟ رقم واحد، بص ده مش سيك ليجنيفيكيشن. سيك ايه يا عم الحاج؟ ده هو كله على بعضه لجنين. انا على فكره مش بقى يعني مش بافر، ده كله كده، كله كده على بعضه هو عباره عن لجنين فقط تقريبا. الجنين الكتير قوي ده ما فيهوش اخرام، فبالتالي ما بيتنقلش في الحته دي ميه، يعني في الطبقه البني دي كلها كده ما بيتنقلش فيها ميه. ده لان الجنيفيكيشن الموجود ما فيهوش اخرام. ومش بس كده، الطبقه دي بيترسب عليها الاورجانيك كومباوندز، بيترسب عليها مثلا التانينز، يترسب عليها الريزن، يترسب عليها الفولاتايل اويل، يترسب عليها الحاجات دي كلها. فده برضو بيساعد ان هي تاخد اللون الايه؟ اللون البني. طب انا قلت لك حاجه من شويه، قلت لك ان الليجنيفيكيشن اللي هنا كتير جدا لدرجه ان المايه ما بتتنقلش. يبقى الوود اللي موجود في النص ده، اللي هو الهارت وود اللي موجود في النص ده، هل ليه اني كوندكشن اوف ووتر؟ اني كوندكشن فانكشن؟ هل ليه اي وظيفه نقل؟ لا. امال هو وظيفته ايه؟ ميكانيكال سبورت، بيدي دعامه للستيم. ليه؟ ده مليان ليجنيفيكيشن يا معلم. ده مش بس كده، ده ترسب عليه كمان اورجانيك كومباوندز، فده زود له شويه الايه؟ السترينز او القوه بتاعته. طيب بقيه الوود بقى اللي بره، اللي هو على الاطراف اللي لونه فاتح شويه كده، مش نفس الغمقان بتاعه، الوود ده
ليجنيفايد متفقه معاك، هو اي وود تقريبا في الحته دي ليجنيفايد، انا متفقه معاه، بس برضه هو في ايه، في بورز او في فتحات في بيتس، صح ولا مش صح؟ فالوود ده اللي هو اللي على الجنب او البريفري ده اللي هو على الاطراف ده، ده بسميه ساب وود. ليه بسميه ساب وود؟ ساب وود دي يعني كلمه ساب دي يعني عصاره، زي عصاره شويه. ليه؟ لان ده بقى اللي مسؤول عن الكوندكشن. مش احنا عارفين ان الزلال انفيزل ليها دورين، دور اللي هو الكوندكشن والدور التاني السبورت. لما اجي اسالك مين اللي مسؤول عن الكوندكشن ومين اللي مسؤول عن السبورت، هتقول لي اللي مسؤول عن الكوندكشن ده الابيض اللي هو الساب وود، واللي مسؤول عن الميكانيكال سبورت ده اللي هو مين، ده الهارت وود اللي موجود في النص. طيب اخر حاجه عشان هنقفل الحته دي بقى خالص، انت ملاحظ ايه؟ مش انا قلت لك ان الزايلم فيزلز اكتر بكتير جدا جدا من السكندري زايلم اللي بيطلع، من السكندري فلويم اللي بيطلع، صح ولا مش صح؟ بيشكل حوالي 95%. يعني لو جيت قارنت نسبه الزايلم بنسبه بقيه الكومبوننتس اللي موجوده كلها في الستم، يعني مثلا الابيديرم او الكورك مثلا بالكورتكس بالبس بكل ده، الزايلم لوحده الود لوحده بيشكل حوالي 95% من نسبه الستم. ايه من نسبه الستم كلها؟ ليه؟ لان هو زي ما قلت لك هو ليه وظيفتين مهمين جدا، الكوندكشن والسترينث. حلو قوي، تعال بقى نرجع للجزئيه دي. احنا كده فهمنا ايه في السكندري كروست، ان احنا عندنا الكامبيال رينج اللي هو كان عباره عن برينكايماتس ميريستماتيك ويز سين وول سيل، يعني سيل عباره عن برينكايما ميريستماتيك والوول بتاعها صغير او ضيق عشان او رفيع يعني عشان اقدر اعمل ديفرنشيشن بشكل كويس. وقلنا ان الكامبيال رينج ده الخلايا دي عندها قدره انها تصنع الخلايا انسايد اكتر من الخلايا الاوتسايد، اللي هي مين؟ الانسايد الزايلم، الزايلم بيبقى اكتر بكتير من الفلويم السكندري اللي بيطلع. طيب يبقى احنا كده برضو قدرنا كمان نفسر الشكل ده. عرفت ليه بقى اللي هو اللي عامل الدايجرام ده رسم الزايلم واسع وبعدها رسم طبقه تاني ضيقه؟ الطبقه الواسعه دي اللي هي الوايد فيزل اللي هي سن ليجنفايد، دي اللي مسؤوله عن مين؟ عن الكوندكشن، ودي اللي موجوده فين؟ في السمر. طيب الصغيره دي اللي هي النارو فيزل اللي هي السيك ليجنفايد، دي اللي موجوده فين؟ في الوينتر والاوتم. والاثنين مع بعض كده مجموعهم دول يعملوا لي سنه. التو رينج مع بعض، التو رينجز دول مع بعض بسميهم انوال رينج، انوال رينج. الاثنين دول مع بعض بسميهم انوال رينج. يعني ايه انوال؟ انوال يعني سنوي، يعني الطبقتين دول مع بعض الرينج دي مع بعض كده سنه، زي ما شرحت لك، قلت لك دي لوحدها الواسعه نص سنه والضيقه دي نص سنه اللي هي الشتاء والخريف ودي اللي هي الصيف والربيع، فالاثنين مع بعض يعملوا لي سنه واحده، فبسميها انوال رينج. يبقى لو جه قال لك الفاسكولار كامبيوم بيقدر يصنع لي انوال رينج، صح؟ انوال رينجز دي اللي هو مقصود بيها ايه؟ او لما يجي يسالك ايه هي الانوال رينجز؟ قول لي دي زايلم فيزلز اللي بتتكون. عندي السبرينج زايلم وعندي الووتر الوينتر زايلم، السبرينج زايلم ده بيبقى وايد والوينتر بيبقى نارو وهكذا، وزي ما ايه؟ زي ما شرحت لك. طيب نكمل. في حاجه انا ملاحظها تاني، يخرب بيت سنينك السوداء، ايه تاني ملاحظته؟ ان الكامبيوم رينج كون الزايلم وكون الفلويم، بس كون لي خلايا كده بين البينين. ايه الخلايا الغريبه دي؟ قال لك الخلايا دي اسمها ميدالري ريز. ايه ده بجد والله؟ تاني قال لك اه، يعني الكامبيوم عنده القدره ان هو يصنع لي ميدالري ريز. اه تمام كده. الميدالري ريز دي عباره عن بارينكايميتا سيلز عاديه جدا، بتكون موجوده فين؟ موجوده في الزايلم والفلويم فقط، ما هياش موجوده في البريسايكل، ما هياش موجوده في الكورتكس، ما هياش موجوده في اي حته، هي موجوده عند الزايلم والفلويم فقط. وظيفتها ايه؟ وظيفتها بتعمل ترانسبورت او كوندكشن بين الفاسكولار باندل وبعضها، بين الزايلم والفلويم، بتنقل حاجات من هنا على حاجات من هنا وهكذا. فاكر الحته دي كنت قلتها لك في الهرب، قلت لك لا انا كنت متاكده منها. الدكتور بقى كده في المحاضره دي قال لك ان لا عادي، البرينكاميتا سيلز بتاعت الميدالري ريز بتقدر تعمل كوندكشن بين الفاسكولار باندل ايه وبعضها. تمام. طيب حلو، وادي هنا بيكون لي فلويم وزايلم عادي جدا، مفيش اي مشكله خالص. طيب اهي دي الانوال رينج اللي انا كلمتك عنها، وده شكل الوود زي ما انت شايف. الطبقه الفاتحه دي مين؟ دي اللايت وود، او دي اللي انا بسميها السبرينج وود، والطبقه الغامقه دي اللي هي الوينتر وود. طيب في بقى حاجه عايزين برضو نتكلم عنها كده، احنا خلصنا الفاسكولار كامبيوم، تعال بقى نخش على الكورك كامبيوم. ساعات النبات لما بيجي يحصل له السكندري سيكنينج ده بيطلع لي زايلم فيزلز كتير قوي 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 قوي، وفلويم كتير قوي قوي قوي. ف
فبيبتدي الستيم يوسع 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 لحد ما يبتدي ان هو يطرشق كده من الجناب. طب انا اعمل ايه في الحته دي؟ ما هو انا لو فضل يوسع يوسع، انت عندك التيجمنتري تيشو بتاعتك ايبيدرمس، ايبيدرمس دي بارينكيمات السيل وعباره عن وان رو، يعني صف واحد بس من الخلايا البارنشيميه، يعني حتى مش كورنشيميه، لا ده بارنشيميه اللي هي ضعيفه جدا جدا وعباره عن خليه واحده، يعني كلام فارغ خالص، يعني هتتقطع. ففي الحاله دي لا، ما ينفعش ما ينفعش اعمل كده، لانها لو اتقطعت هتخش لي الباثوجنز كلها وهتصيب الفاسكولار باندل بتاعتي وتموت لي النبات، ده ما ينفعش. طب اتصرف ازاي في الحاله دي؟ قال لك احنا هنروح للخلايا البارنشيميه اللي موجوده في الكورتكس، تاني هنروح للخلايا البارنشيميه او البارينكايميتا سيلز اللي موجوده في طبقه الكورتكس مالها، وهخليها هي الاخرى ميريستماتيك. تاني انا هروح لطبقه الكورتكس وهاخد صف واحد منها او مجموعه من الصفوف، يعني عدد معين، والصف ده هخليه ميريستماتيك بالمنظر ده، اخليه عنده القدره على الديفرنشيشن. حلو، طالما هو بارينكايميتس وطالما هو ميريستماتيك وطالما هو سين وول، هي مش الصفات دي صفات الكامبيوم؟ اه قال لك خلاص هسميها كامبيوم على اسمه برضه، بس الكامبيوم اللي انا اعرفه بيصنع لي فلويم لبره وزايلم لجوه، مش كده؟ ده اللي انا اعرفه والله، ده على حد معلوماتي. الكامبيوم اللي هنا بقى لا، ما بيصنعليش فلويم لبره ولا بيصنع لي زايلم لجوه، امال بيصنع لي ايه؟ ده بيصنع لي خلايا عجيبه فوق وكورتكس لتحت، تاني بيصنع لي خلايا كده عجيبه قوي لفوق وكورتكس لتحت، بيصنع لي خلايا كورتكس لتحت، تمام؟ بالمنظر ده سكندري كورتكس. طيب اهو بالمنظر ده، ده اسمه سكندري كورتكس. حلو، يبقى تاني الكورك كامبيوم ده او الكامبيوم ده اللي موجود هنا، الكامبيوم ده قلت لك بيعمل ايه؟ بيصنع لي خلايا كده عجيبه قوي لفوق ما اعرفهاش، بس بيصنع لي سكندري كورتكس لتحت، بيصنع لي خلايا من الكورتكس موجوده تحت. طب ايه بقى الخلايا العجيبه اللي بيصنعها فوق؟ قال لك بيصنع لي خلايا بارنشيميه عاديه جدا لفوق، بجد؟ اه بيصنع لي خلايا حيه عاديه جدا عايشه، بس الخلايا دي بتترسب بالسيوبرين، فلما بتترسب بالسيوبرين على الاطراف بتاعتها او على الوول بتاعها، السيوبرين ده عباره عن ماده واكسي او ماده شمعيه، الماده دي بتمنع دخول الميه والنيوترينتس للخليه، فالماده دي هتتمنع من الميه والنيوترينتس فالخليه هتموت، لان هي مش هتخش لها ميه ولا نيوترينتس. فيبقى الكامبيوم كده صنع لي ايه؟ صنع لي نوع معين من الديد سيلز. هل هو صنعها ديد يعني هو خلقها ديد؟ لا، هي كانت خلايا عايشه عادي، بس الخلايا دي اترسبت بماده السيوبرين، والسيوبرين دي ماده عازله للميه بتكرهها، هتمنع دخول الميه والنيوترينتس في الخلايا هتموت وتترسب، تمام كده؟ الخلايا دي انا سميتها ايه بقى؟ سميتها بي كورك سيلز. ايه هي الكورك سيلز؟ عباره عن سيفيرال روز اوف سيلز، خلايا عديده جدا، صفوف كتيره جدا. السيلز دي بيميزها ايه؟ ان هي سيك سيربرايزد وول، الوول بتاعها سيربرايزد قوي، مغلص بالسيبرين قوي، وده خلاها ميته، ده خلاها انها ايه؟ انها تموت بعد كده. الكورك ده ليه اسم تاني اسمه فيلم، ده ليه اسم تاني. طيب معلش كده اخر مره تقولها لي والنبي، الكورك كان بيعمل ايه؟ صنع لي كورك لفوق، صنع لي فيلم لفوق، مش كده؟ هو صنع دي يعني ايه؟ يعني جينيريشن، مش كده؟ خلاص هنسمي الكورك كامبيوم على اسمه، هسميه فيلو جين، فيلو يعني فيلم، جين يعني جينيريشن، يعني الكامبيوم ده عمل جينيريشن للفيلم، يعني صنع لي الفيلم، الفيلم اللي هو الكورك. حلو، دي الخلايا اللي صنعها لفوق، ماشي. طب الخلايا اللي صنعها تحت كانت اسمها ايه؟ كانت اسمها سكندري كورتكس او بسميها فيلو ديرم. ديرم دي يعني ايه؟ يعني طبقه القشره او طبقه البشره، مش احنا عارفين ان الكورتكس دي اللي تحت الابيديرم على طول؟ فهي تقريبا طبقه البشره بتاعت الايه؟ بتاعت الستام، فعشان كده بسميها فيلو ديرم. حلو؟ حلو، زي ما انت شايف هيبتدي ان هو يصنع لي خلايا كورك كتيره، سيفيرال روز، خلايا متعدده، وهيتصنع لي كورتكس لتحت. بس في مشكله برضو انت ما انتش واخد بالك منها، ايه هي؟ الكورك اللي هيصنعه زي ما قلت لك هو سيك 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 سيربرايزد وول، والخلايا دي مفيش بينها وبين بعض اي انترسيلولار سبيسز، مفيش، الخلايا كلها لازقه في بعضها. ده معناه ايه؟ ده معناها ان الميه اللي موجوده في الزايلم مش هقدر اوصلها
لطبقه الابيديرم اللي موجوده. مش هقدر، ما اصل طبقه الابيديرم دي حضرتك هي خلايا من لحم ودم وبتحس برضو عايزه تاكل وتشرب، فالميه اللي في الزره مش هقدر اوصلها. ليه؟ في حاجز، في سد. السد ده مش سهل ابدا، ده رقم واحد كل الخلايا لازقه في بعضها فما فيش اي انتر سيلولار سبيسز، ورقم اتنين فيري سيك سيوبرايزد وول، الخلايا بتاعتها متغلظه جدا بالسيوبرين، فمش هتقدر انها توصل الميه لمين؟ لطبقه الابيدرم. طب ايه اللي هيحصل طبقه الابيدرم؟ هتموت طبقه الابيدرم، هتموت، مش هيوصلها اي ميه خالص، صح ولا مش صح؟ طيب هتبتدي انها تتقطع وتموت. طيب اتقطعت وماتت، ايه اللي هيحصل بعدها؟ مبدئيا كده طالما ماتت بسميها جثه، الجثه دي عندنا في الاستم بسميها الريتودوما. يبقى ايه هي الريتودوما؟ الريتودوما دي هي الجثه، جثه الابيديرم. يبقى ما ذلك ايه هي الريتودوما؟ هي الجثه بتاعت الابيديرم، يعني عباره عن ديد سيلز او خلايا ميته، او اللي هي الابيديرمز لما ماتت بسميها ايه؟ ريتودوما، اللي هي الحاجات دي كلها. تمام كده؟ طيب حلو قوي الكلام ده. يبقى كده مين التجيومتري تيشو بتاعي؟ مين الطبقه اللي موجوده حاليا فوق؟ هي طبقه الكورك دلوقتي، بقت هي التجيومتري تيشو. ليه؟ الابيديرمز راحت فين؟ ما احنا قلنا الابيديرمز اتقطعت، صح ولا مش صح؟ فدلوقتي اللي بقت موجوده في التجيومتري تيشو بتاعتي هي مين؟ هي طبقه الكورك. حلو، يبقى دلوقتي الطبقه الخارجيه اهو زي ما انت شايف، الطبقه الخارجيه بتاعتي هي مين؟ هي الكورك. طب هي دي حاجه حلوه ولا وحشه؟ والله هي حلوه ووحشه. حلوه في حته ان انا قدرت احمي الاستم من الموت، لان انا لما الابيدرمز اتقطعت لو كنت سبت الموضوع سداح مداح كانت اي باثوجين هيخش هيصيب البازلز اللي عندي الاستم يموت. فلا، انا حطيت طبقه الكورك وهي طبقه قويه جدا فهتمنع دخول اي باثوجين لجوه. انا متفقه معاك، بس هي برضو هتمنع دخول اي هواء لجوه. ايه ده بجد؟ طبعا، مش هي سيلز ميته صح؟ يعني هل هي فيها كلوروفيل مثلا؟ لا، دي خلايا ميتة. طيب هل هي فيها اي انتر سيلولار سبيسز؟ لا. طب الاستوماتا راحت فين؟ الاستوماتا كانت مع طبقه الابيديرم ووقعت ماتت. الله، امال النبات ده هيتنفس ازاي؟ قال لك هنعمل قطع في الطبقات دي اهو بالمنظر ده. القطع ده بسميها ايه؟ بسميها اللينتسل. اللينتسل دي يعني ايه؟ يعني قطع موجود في طبقه الموجود في طبقه الكورك. انا هوريك صورتها دلوقتي اهي، هي دي اللينتسل. بص، طبقه الكورك ببتدي اعمل فيها قطع خفيف، القطع ده يسمح لي بدخول الاكسجين لجوه عشان الخلايا تقدر تتنفس، لان انا لو ما عملتش اللينتسل دي الاستم بتاعي هيموت. يبقى اللينتسل دي بتعادل مين في الهرب؟ بتعادل الاستوماتا. مش الاستوماتا دي كانت وظيفتها الجزء اكسشينج؟ هي نفس الفكره، اللينتسل برضو وظيفتها الجزء ايه؟ الجزء اكسشينج. تمام كده يا شباب؟ طيب حلو قوي كده الكلام ده. طيب تعالى بقى نقرا الكلام اللي احنا قلناه ده في السلايد. انا لحد دلوقتي بديك انترودكشن، لحد دلوقتي مش رحتش ولا كلمه في السلايد. تعالى بقى نقرا السلايد واحده واحده ونفهم الكلام اللي احنا قلناه. استاذنك بس اخد بقي شاي الاول ونكمل. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه البارك. ايه هو البارك بقى او القشره اللي احنا قاعدين نتكلم عليها دي؟ تعالى ما اقول. بص، فاكر الطبقات اللي احنا قعدنا نشرحها؟ يعني تقدر توصف لي كده ايه الطبقات دلوقتي اللي موجوده؟ اول طبقه عندي خالص هي طبقه الكورك او طبقه الفيلم، مش كده؟ طبقه الكورك او طبقه الفيلم دي الطبقه اللي هي ايه؟ اللي هي التجمنتري تيشو بتاعتي. وما تنساش ان هي فيها اللينتسل. اللينتسل دي عباره عن ايه؟ عباره عن قطع كده شويه في الكورك، قطع بسيط يقدر يسمح لي بدخول ايه؟ الاكسجين ويخرج لي الكربون داي اكسيد وهكذا. تحت الكورك في عندي مين؟ عندي الكورك كامبيوم. تمام كده؟ يعني تعالى كده اوريها لك في صوره ثانيه اوضح. اهو ادي الكورك وادي الكورك كامبيوم، بعدها عندي السكندري كورتكس، بعدها عندي البرايمري كورتكس، كل ده موجود. بعدها عندي السكندري فلويم والبرايمري فلويم، وبعدها عندي الفاسكولار كامبيوم، وبعدها عندي الزايلم واللي ما بينهم الميدالري ريز، وبعد كده عندي البث. دي الطبقات دلوقتي اللي موجوده عندي في الاولد ستيم. حلو جميل. معلش، انت احنا قلنا كلمه كده في الاول، قلنا ان الزايلم لوحده بيشكل قد ايه؟ بيشكل 95% من النبات كله. كل ده كده زايلم بيشكل 95% لحد الخط الاحمر ده اللي هو الزايلم بالفاسكولار كامبيوم. كل ده بسميه وود، كل ده على بعضه بسميه وود. يبقى الوود ده عباره عن ايه؟ عباره عن الزايلم فيزلز دي كلها والفاسكولار كامبيوم اللي معاها. ما فوق
ما فوق الفاسكولار كامبيوم اللي هو السكندري فلويم، البرايمري فلويم، البرايمري كورتكس، الساندر، السكندري كورتكس، الكورك كامبيوم، الكورك، كل ده بقى بسميه ايه؟ بسميه القشره او البارك. يبقى الستيم عندي دلوقتي متقسم لنصين، النص الاولاني القشره او البارك اللي هو عباره عن الكورك، كورك كامبيوم، سكندري كورتكس، برايمري كورتكس، برايمري فلويم، سكندري فلويم، بس لحد هنا، لحد السكندري فلويم كل ده قشره. الفاسكولار كامبيوم بالزايلم اللي تحت ده كله، كل ده بسميه ايه؟ بسميه وود. يبقى اما اجي اسالك دلوقتي ايه هو البارك، البارك ده هو ناتج من السكندري ثيكنينج، دي حاجه طلعت من السكندري ثيكنينج. ليه طالعه من السكندري ثيكنينج؟ هو الكورك ده انا بكونه امتى؟ مش بكونه في السكندري ثيكنينج؟ اه بكونه في السكندري ثيكنينج، صح ولا مش صح؟ نفس الفكره. فهو البارك ده هو عباره عن برودكت جاي من السكندري ثيكنينج، ده عباره عن كل التيشوز الاوت سايد كامبيوم. يبقى ما اقول لك ايه هو البارك، تقول لي هو كورك، كورك كامبيوم، سكندري كورتكس، برايمري كورتكس، برايمري فلويم، سكندري فلويم، الست طبقات دول مع بعض وبريسايكل، معلش انا نسيت البريسايكل برضه، حط معاهم البريسايكل، بريسايكل برضه معاهم. كل الطبقات دي عباره عن طبقات فوق الفاسكولار كامبيوم، فهو عباره عن اول ذا تيشوز او سايد ذا مين او سايد ذا فاسكولار كامبيوم، اذا كانت في الستيم او الروت. طب انهي نوع من الستيم والروت؟ هل يونج ستيم وروت؟ لا طبعا مش يونج ستيم وروت، امال مين؟ old woody stem root. تاني old woody stem and root. old دي اهم حاجه، ما ينفعش young ابدا لان لازم يحصل secondary thickening. وما تجيش تقول لي في الهرب، الهرب اللي هو اصلا ما فيهوش كورك ولا فيه كورك كامبيوم ولا فيه الحاجات دي كلها ولا فيه secondary cortex، وتقول لي انا عندي بارك هنا، ما تبقاش حمار. يبقى البارك موجود فين؟ present only in ايه؟ in old woody trunk او old woody stem او old woody root of trees اللي هو الwood يعني، وبتبقى عباره عن product من ايه؟ من secondary growth. ودي all tissues فوق ايه؟ فوق الفاسكولار باند اللي هم مين معلش تاني؟ اللي هم الكورك، كورك كامبيوم، سكندري كورتكس، برايمري كورتكس، البريسايكل، وعندك كمان البرايمري فلويم والسكندري فلويم اللي هي طبقه القشره. طيب تقدر توصف لي كده الكامبيوم ده عباره عن ايه؟ عباره عن سن لاير، واتفقنا هي سن لاير ليه؟ عشان يبقى عندها قدره على الديفرنشيشن، عندها المرونه انها تقدر تنقسم بسهوله بتوين الزايلم اللي هو الوود والفلويم، ودي عباره عن ايه؟ عن undifferentiated cells او عباره عن meristematic cells. ايه هي الميريستماتيك سيل؟ undifferentiated cells with actively grow and differentiate in other cells. يعني ايه؟ يعني عندها القدره على الانقسام ان هي تكون لي سيلز مختلفه، تمام كده؟ وقلنا دي بتمثل مين في الانسان عندنا؟ بتمثل الخلايا الجذعيه اللي موجوده عندنا في الانسان او في الحيوان، يعني اللي هي الستيم. طب الفانكشن بتاعه البارك بقى ايه؟ الفانكشن بتاعته هي ايه؟ protection عشان الكورك اللي موجود فيها، وكمان عشان اقدر احمي الزياده اللي بتحصل في الفاسكولار باند. مش انا قلت لك انا بعمل البارك او بعمل الكورك، طبقه الكورك دي بعملها عشان الستيم بتاعي ما يترشقش من الجناب، لا فبحوط عليه بالبارك عشان ما يجيش يتقطع مني. فهو بيقول لك keep up with increment of vascular system. يعني ايه؟ يعني الفاسكولار سيستم لما تيجي بتزيد، لا انا ببتدي احميها، احميها من القطع. طيب الصوره اللي قدامك دي بتوضح لك ايه؟ ادي الوود، شايف الوود بيشكل قد ايه؟ شايف الوود بيشكل طبقتين من الوود، وادي البارك، بص البارك طبقه عامله ازاي؟ طبقه رؤيه بتشكل 5%، القشره لوحدها بتشكل 5%، طب بقيه الوود كله بيشكل 95. طيب ال 95 دول عباره عن ايه؟ عباره عن نوعين من الوود، هارت وود، وزي ما انت شايف لونه غامق قوي قوي قوي. طب هو لونه غامق ليه؟ الهارت وود ده ثيك ليجنيفايد، متلجنن كويس قوي 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 لدرجه ان مفيش اي بورز موجوده ان هي تعمل كوندكشن للووتر، فالهارت وود ده ملوش اي وظيفه كوندكشن خالص، ده وظيفته الميكانيكال سبورت او ان هو يدي دعامه، والساب وود هو ده اللي مسؤول عن الكوندكشن اوف ايه؟ الكوندكشن اوف ووتر، او هو ده اللي بينقل لي الميه. طيب زي ما اتفقنا في الصوره دي هي بتوضح لك البارك عامل ازاي، هتلاقي البارك بيشكل تقريبا 5% بس. بص ده بارك وده كله ايه؟ ده وود. فشايف الوود بيشكل قد ايه؟ 95% من النبات، يعني 95% من النبات عباره عن ايه؟ عباره عن وود. هنا بنشرح لك السكندري جروث مره لمره كمان. السكندري جروث قلنا عباره عن ايه؟ عباره عن تو كامبيوم، واحد اسمه فاسكولار كامبيوم، الفاسكولار كامبيوم ده كان وظيفته ايه؟ يعمل لي سكندري زايلم لتحت ويعمل لي سكندري فلويم لفوق. كان بيعمل مين اكتر؟ كان بيعمل السكندري زايلم اكتر من السكندري فلويم. والسكندري زايلم اللي كان بيعمله هل كله كان زي بعضه؟ لا، قلنا كان بيعمل زايلم بتاع الصيف والربيع كان مختلف عن بتاع الشتاء والخريف. الزايلم بتاع الصيف والربيع كان واسع عشان يعمل الكوندكشن للوتر بشكل احسن، وكان الليجنفيكيشن بتاعه مش اقوى حاجه لان انا مش عايز اعمل سبورت.
طيب امال اللي كان في الشتاء؟ لا ده في الشتاء بقى انا مش عايزه انقل ميه كتير، مش محتاجه للميه كتير خالص لان درجه الحراره قليله، لكن انا محتاجه سبورت قوي 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 بسبب الجفاف اللي بيبقى موجود وبسبب درجه بسبب قصدي الهواء اللي بيبقى موجود والحاجات دي، فانا محتاجه سبورت اكتر. فكان بيبقى السيجنيفيكيشن بتاعه كان عالي جدا جدا ووظيفه الكوندكشن بتاعته قليله، فكان بيبقى ضيق وغامق، اما السمر ده كان بيبقى واسع وفاتح. وقلنا الطبقتين دول مع بعض كانوا كنا بنسميها ايه؟ كنا بنسميها انوال رينج. انوال رينج يعني الاتنين مع بعض كده بسميهم الرينج دي خدت سنه، كل سنه بتتكون الرينجين دول مع بعض اللي هي الرينج الغامقه ورينج الفاتحه. تمام؟ طيب ده كده الفاسكولار كامبيوم. طيب الكورك كامبيوم، قلنا الكورك كامبيوم كان بيصنع لي نوعين من الخلايا، نوع خلايا الفوق. الخلايا دي كانت عجيبه جدا، ليه؟ ان هي كانت عباره عن طبقه بتحل محل طبقه الابيديرمس، وكانت عباره عن مجموعه صفوف. الصفوف دي كانت خلايا في الاول طبيعيه، بس حصل لها سيكس سيوبرايزد وول، يعني الخلايا بتاعتها اترسب عليها سيوبرين بشكل كبير جدا. السيوبرين اللي اترسب عليها منع دخول الميه والنيوترينتس للخلايا دي، وبالتالي الخلايا دي اتحولت بقت ديد سيلز او بقت خلايا ميته. طب الخلايا دي وظيفتها ايه؟ اللي هي طبقه الكورك دي قلنا وظيفتها بروتكشن ازاي؟ رقم واحد بتدي سبورت، بتدي دعامه، رقم اتنين هتمنع دخول الميه، وبالتالي لما الميه ما تخشش اقدر احميها من الباثوجينز. احنا عارفين ان الميه دي حبيبه قلب الباثوجينز، فلا انا همنع دخول الميه اللي موجوده او همنع دخول اي باثوجين موجود او اي حاجه، فبالتالي اقدر اعمل لها بروتكشن. ده كان اول نوع من الخلايا اللي كونته لفوق اللي هو ايه؟ اللي هو الكورك سيل. وقلنا الكورك سيل ده فيه مشكله جامده جدا ان هو 6 سيوبرايزد وول، وقلنا ان هو هيمنع دخول الميه فبالتالي هيمنع دخول الاكسجين، فلا كنا بنعمل فيه قطع بسيط كده او حاجه اسمها اللينتسل، ودي مجموعه زي خلايا كده مقطوعه شويه عشان تسمح بدخول مين؟ تسمح بدخول الاكسجين والحاجات دي كلها. دي الخلايا اللي كونها فوق اللي هي طبقه الكورك. طب الخلايا اللي كونها تحت خلايا كورتكس عاديه جدا، ممكن تبقى بارينكايما لو هيبقى عايز النبات مثلا يعمل ليها ستورج، ممكن تبقى كولينكايما لو عايز برضو يعمل ليها شويه سبورت، او ممكن تبقى سكليرويدز. سكليرويدز يعني ايه؟ يعني خلايا متغلظه باللجنين، ده لو كان الفانكشن بتاعتها سبورت. تمام كده؟ طيب دي الطبقات بتاعت مين؟ الطبقات بتاعت البورك. قلنا طبقات البورك من اول الكورك، كوركي كامبيوم، سكندري كورتكس، برايمري كورتكس، بريسايكل، برايمري فلويم، سكندري فلويم، قلناها مليون مره. طيب ساعات بقسم البورك لتقسيمتين وساعات ثلاثة كمان، بس هنا احنا متقسمه لتقسيمتين. بقسم البورك لطبقتين، الطبقه اللي فيها الكورك والكوركي كامبيوم والسكندري كورتكس مع بعض كده، دول مع بعض اللي هي الكورك والكورك كامبيوم والسكندري كورتكس، دول كده مع بعض، مش دول كده اتعملوا لوحدهم؟ صح، ان انا خلقت الاول الكورك كامبيوم وبعدها هو صنع الكورك والسكندري كورتكس، دول كده اتعملوا مع بعض، عشان كده التلاتة دول مع بعض بسميهم بيريديرم. ايه هو البيريديرم؟ البيريديرم ده اللي هو الاوتر بارك، اللي هو البارك اللي موجود بره، اللي هي الطبقات الاولانيه اللي موجوده في البارك اللي هي الكورك، الكورك كامبيوم والسكندري كورتكس. طب الانر بارك اللي هو الفلويم، البرايمري فلويم والسكندري فلويم. تمام كده يا شباب؟ طيب حلو قوي. طيب انا عمال اقول بارك 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 وكورك وسكندري كورتكس وما اعرفش مين والحاجات دي كلها، وانا ليه بدرس الحاجات دي كلها؟ طبيعي طالما الحاجات دي بدرسها في الفارماكوجنوسي يبقى اكيد الحاجات دي فيها اكتف كونستيتوينتس او فيها ماده فعاله، مش كده؟ انا الشبق شاي فيها ماده فعاله. المادة الفعالة دي ممكن تبقى موجودة في البارك كله، يعني ايه؟ يعني موجودة في الكورك، كورك كامبيوم، في السكندري كورتكس، في البرايمري كورتكس، في البريسايكل، في البرايمري فلويد، في السكندري، موجودة في كل ده، متوزعة في كل ده. في الحالة دي هاخد البارك كله من اوله لاخره، فهسميه كومبليت بارك. كومبليت بارك يعني ايه؟ يعني انا هنا في النبات ده انا استعملت البارك كله، ماشي. وساعات تكون موجودة في طبقة معينة، يعني مثلا ممكن تكون موجودة في طبقة الفلويم بس ما هيش موجودة في كل ده، ممكن تبقى موجودة في طبقة الكورتكس بس مش موجودة ولا في الفلويم ولا في البرسا، فهاخد الطبقة دي لوحدها. في الحالة دي بسميها ايه؟ incomplete bark. يعني ايه بارك غير مكتمل؟ يعني ايه؟ يعني انا ما استعملتش البارك كله، انا اخدت منه الطبقة معينة. طب ليه؟ اخدت الطبقة اللي مليانة بالاكتف كونستيتوينتس اللي انا عاوزاها. حلو. ساعات بقى الاكتف كونستيتوينتس بتكون متركزه في البارك كله ما عدا الكورك، مش موجوده في طبقه الكورك بس لكن موجوده في كله، ففي الحاله دي هاخد البارك كله هستعمله كله بس هشيل منه
طبقه الكورك، هقشرها، هقشر الطبقه الاولانيه اللي هي طبقه الكورك. ليه؟ عشان هي ما فيهاش اكتف كونستيتوانس. ففي الحاله دي هسميها ايه؟ هسميه دي كورتيكيتد. يبقى انا دلوقتي الاستراكشر اوف بارك بقسمه على حسب ايه؟ على حسب مكان الماده الفعاله. والله لو الماده الفعاله موجوده في البارك كله فهتخليني استعمله كله من اول الكورك لحد السكندري فلويم، يبقى ده هسميه كومبليت بارك. طب لا، هستعمل في اماكن معينه، هستعمل مثلا الفلويم فقط، الماده الفعاله موجوده في الفلويم فقط، فبسميه الانر بارك او انكومبليت بارك، نوع انر بارك اللي هي بستخدم طبقه الفلويم فقط. وساعات بيكون موجود في البارك كله اكسبت طبقه الكورك، طبقه الكورك اللي فوق كده مش موجود فيها، فباخده كله بس بعمل دي كورتيكيشن. بعمل دي كورتيكيشن يعني بشيل طبقه الكورك اللي موجوده، فبسميه دي كورتيكيتد بارك. تمام كده؟ وقلنا ده بيبقى على حسب ايه؟ على حسب طبيعه الماده الفعاله. طب هل الامثله اللي موجوده دي مهمه؟ لا مش مهمه، ما الدكتور قال ان انت ايه، ان انت يعني ما تحفظهاش يعني او كده. تمام؟ طيب، وده بيشرح نفس الكلام اللي احنا ايه، اللي احنا قلناه. طيب لو حبينا نعمل مقارنه بين الود او بين اللي هو الودي ستيم اللي احنا شرحناه، اللي هو فيه بقى كورك وفيه زايلم كتير قوي 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 وفيه الحاجات دي كلها، وبين حبيب قلبي الكيوت الكتكوتة النونة الصغنونة الهيرباشيز اللي خدناه في اول شابتر، تعالى كده نشوف الفرق ما بينهم. رقم واحد، اليونج هيرباشيز ستيم بلاقيه ايه؟ سوفت اند جرين الكالر. يعني لو جيت المسه هلاقي ملمسه ناعم وهلاقي لونه اخضر. طيب بالراحه، ليه وليه؟ ليه سوفت وليه جرين؟ رقم واحد، تقدر تقول لي الملمس اللي انت لمسته ده عباره عن ايه؟ ابيدرمس. ابيدرمس يعني ايه؟ يعني خلايا حيه، بارينكيما السيلز فيها ميه وفيها نيوترينز وجميله وحلوه، عشان كده ملمسها سوفت. سوفت ليه؟ عشان هي خلايا حيه وفيها كلوروفيل، بس هي خلايا حيه وفيها ميه فهي ملمسها ناعم. طب جرين ليه؟ عشان انا لسه قايله لك هي فيها كلوروفيل، والكلوروفيل قلنا ده بيمتص ضوء معين من الشمس ويعكس اللون الاخضر، فده بيخليك تشوف الستم باللون الايه؟ باللون الاخضر. طيب الناحيه الثانيه بقى، الشرير المتوحش الاولد وود ستم، المسه كده هتلاقيه هارد اند براون. طب بالراحه، هو هارد ليه وبراون ليه؟ هارد لان انت الطبقه اللي انت لمستها، معلش، هي كانت طبقه ايه؟ ديد سيلز، خلايا ميتة، سيربرايزد، خلايا ميتة ولا مش ميتة؟ خلايا ميتة، فملمسها صعب، ما فيهاش مية، خلايا جافة، ما فيهاش أي مية خالص، فعشان كده بيبقى ملمسها هارد. طب براون ليه؟ بسبب طبقة السيوبرين اللي موجودة فيها. تمام كده؟ ده بيخليها تاخد اللون الإيه؟ اللون البراون. يبقى لو جيت عملت المقارنة بين اليونج هيرباشي سيستم وبين الأولد وودي سيستم، عندنا اليونج هيرباشي سيستم مثال على المنتا، قال لك هو سوفت ليه؟ طبقة الإبيدرمس عبارة عن وان لير، طبقة رقيقة خفيفة فيها مية جوسي، أو يعني فيها ساب أو فيها عصارة. تمام كده؟ طبقة الكورتكس بتاعتها بارينكايميتس أو كولينكايما، وفيها كمان كلوروفيل. هتقولي الكلوروفيل ده كان موجود فين؟ فاكر لما شرحت لك في الهرب في الأول خالص قلت لك إحنا ساعات ممكن يبقى عندنا باليسيد سيلز موجودة في طبقة الكورتكس في حالة لو الليفز بتاعتي كانت صغيرة؟ كنت قلت لك في الهرب، قلت لك لو انا عندي الليفز بتاعت النبات ده صغيره فبالتالي مش هقدر اعمل فوتوسينثس كتير، قلت لك ساعات بحط شويه باليسيت سيلز موجوده في طبقه الكورتكس كان بيبقى فيها كلوروفيل كانت بتقدر تعمل فوتوسينثس. ليه بتقدر تعمل فوتوسينثس؟ لان طبقه الابيدرم دي معرضه للهواء، فهي معرضه للضوء ومعرضه للجو ومعرضه للكربون دي اكسيد، معرضه للحاجات دي كلها. تمام كده؟ طيب الفاسكولار باندري بتاعتها عامله ازاي؟ سمول، صغيره حجمها، يعني سمول عددها قليل. تمام كده؟ وفي الليفز مش بيبقى موجوده فيها يعني كتير وكده. طيب هنتكلم عادي. اما في الاولد بقى، مين الطبقه الاولانيه؟ الكورك عباره عن سيفيرال ريز لايرز، صفوف كتيره جدا. هل الصفوف دي في ما بينهم اي انتر سيلولار سبيسيز؟ لا، ما فيش بينهم اي انتر سيلولار سبيسيز، وهم سيوبرايزد، وبسبب السيوبرين ده بقت ديد سيلز. طيب طالما هي ديد سيلز ما فيهاش ميه وخلايا سيوبرايزد و several layers وما فيش اي interstellar species، هتدخل الهواء ازاي؟ هتدخله عن طريق اللنتسل او عن طريق الخلايا اللي هي مقطوعه شويه فتسمح بدخول الايه، الاكسجين والحاجات دي كلها. ماشي. الكورتكس بتاعه عباره عن خلايا عديده جدا بسبب السكندري كورتكس، طبعا بيكون خلايا برانشيميه ولكن ما فيش اي كلوروفيل موجود. طب ليه بقى؟
ليه مفيش كلوروفيل هنا في الكورتكس؟ مفيش كلوروفيل هنا في الكورتكس لان الجزء ده مش معرض للضوء. انت طبقه الكورك اللهم صل على النبي مغطيه على الستيم كله، فانت الجزء ده مش معرض للضوء فمش هيعمل فوتوسينثيسس، فبالتالي مفيش داعي ان انا احط ايه، ان انا احط اي كلوروفيل. تمام كده. طيب ايه كمان؟ مش انا قلت لك ان الهرب في الاستوماتا ودي اللي مسؤوله عن الريسبيريشن؟ طب احنا هنا ما عندناش استوماتا ليه؟ لان احنا تخلصنا من طبقه الابيديرم. قلت لك بقى الكورك هنا بيتنفس ازاي؟ قلنا عن طريق اللنتسل. اللنتسل دي هي دي اللي مسؤوله عن الريسبيريشن فانكشن بتاعته، ودي بتبقى عباره عن اوبننجز في الكورك لير. يعني ايه؟ يعني طبقه الكورك كده اهو، بص بروح قطع فيها قطعه فبسمح له ان هو يتنفس شويه. طب انا يعني ايه معنى كلمه لنتسل؟ اللنتسل دي زي العين، على رسمه عين، لان انت زي ما انت شايفه كده بيكون شكلها شكل العين. هجيب لك صوره ليها برضو اهي. بص كده بتكون شكلها الونجيتد كده من الجناب، فبيكون شكلها شكل الايه، شكل رسمه العين كده. طيب كده يا شباب يبقى احنا خلصنا البارك واتكلمنا عنه وفهمنا هو اتكون ازاي والسكند سيكننج والحاجات دي كلها. اتوقع كده احنا يعني لمينا الدنيا الحمد لله. وي اي ثينك ان انت دلوقتي فاهم الجزء ده، عشان هنخش على جزئيه بقى تانية كده ليها علاقه برضو بالانترودكشن او ليها علاقه بالبارك برضو. طيب هنا بقى هنخش على جزء جديد اللي هو ازاي اعمل كولكشن ودراينج للبارك. يعني ايه؟ لو انا دلوقتي الاكتف كونستيتوينت بتاعتي هي موجوده في البارك بس، موجوده مثلا في الكورك والكورتكس والفلايم والحاجات دي كلها، مش موجوده في الزايلم ولا موجوده في البيس وكده، فانا دلوقتي عايز اخد طبقه البارك دي من الستيم، فهعمل لها كولكشن، ابتدي اخدها هي لوحدها واعمل لها بعد كده دراينج. الميكانيزمين دول او مش ميكانيزم، البروسيس دي درسناها في البوتاني في سنه اولى، ان احنا عندنا اول حاجه بنزرع، بعدها نحصد، وبعد كده بنعمل دراينج، وبعد كده بنعمل ستورج وهكذا. نفس الفكره بالظبط. هنا بقى هنتكلم ازاي نعمل كولكشن، ازاي نحصده، وازاي نعمله دراينج. طيب مبدئيا كده تفتكر يعني ايه احسن مكان اقدر اجيب منه البارك؟ يعني قال اجيبه من المونوكوت ولا اجيبه من الدايكوت؟ فكر كده معايا، البارك ده اجيبه منين؟ اجيبه من المونوكوت احسن ولا اجيبه من الدايكوت؟ مبدئيا البارك ده عباره عن ايه؟ مش هو عباره عن فلويم كتير، صح ولا مش صح؟ وعباره عن كورتكس وكور، الحاجات دي كلها، الحاجات دي بتبقى موجوده فين اكتر؟ مش الحاجات دي بتطلع كلها من الكامبيوم؟ فهي موجوده في الدايكوت اكتر بكتير من المونوكوت. فالبارك او الوود الاثنين، البارك او الوود احسن مكان تجيبهم منهم، تجيبه من الدايكوت اكتر من المونوكوت. ليه؟ عشان الدايكوت عنده الكامبيوم اللي هيقدر يصنع لي وود كتير قوي قوي، ويقدر يصنع لي بارك كتير قوي قوي قوي، على عكس المونوكوت اللي هو ما فيهوش الكامبيوم ده. تمام؟ فلو جه قال لك البارك او الوود اجيبهم افضل منين، من الدايكوت ولا من المونوكوت؟ لا، تدور على النبات اللي هو الدايكوت. ليه برضو؟ سبب كمان، المونوكوت بيطول لمده 3 سنين او بيكبر لمده 3 سنين وبعدها بيقف، النمو بتاعه بيقف، ما بيقدرش يعمل اكتر من كده. فالكامبيوم لمده 3 سنين بيشتغل، ده لو في كامبيوم اللي هو، فاكر الكامبيوم اللي اتكلمنا عنه اللي هو كنا بنسميه ابنورمال كامبيوم، اللي هو كامبيوم مش طبيعي بيصنع حاجات غريبه. المهم يعني ان هو هيفضل يكبر لمده 3 سنين وبعدها يقف. فانت بعد 3 سنين مفيش بارك هيتكون، مفيش اي حاجه تتكون، يعني مفيش اي حاجه هتتكون عنده خالص بعد 3 سنين. فلا، احسن مكان تجيب منهم مين؟ الدايكوت. طيب اعمل له كولكشن بقى في انهي فصل؟ وخد بالك انا بتكلم عن البارك مش بتكلم عن الوود، يعني انا بتكلم عن الكورك والفلويم والكورتكس والحاجات دي. قال لك الافضل ان انت تعمله في السبرينج او في السمر، ما تعملوش في الشتاء او في الخريف. طب ليه؟ علشان الشتاء بيكون فيه امطار كتيره جدا، فالبارك بتاعي بيبقى مبلول، فبالتالي مش هعرف ان انا اعمل له كولكشن بسهوله. لا، احسن حاجه ان انا استناه يبقى ناشف شويه، ما فيهوش ميه او حاجه، فاقدر اقشره بسهوله واستعمله. فالكولكشن اوف بارك الافضل يكون موجود في السبرينج او في السمر. ليه؟ علشان اكون مخلصه، ما يبقاش عندي اي ميه، ما يبقاش في اي حاجه، فاقدر اقشره بسهوله واستعمله. تمام؟ طيب بعد ما عملت له كولكشن بعمل له ايه؟ بعمل له العمليه الثانيه اللي هي الدراينج، اللي هي عمليه التجفيف. طب سؤال، هو احنا اصلا بنعمل عمليه الدراينج دي ليه؟ دي عمليه مهمه جدا، مهمه جدا جدا جدا. ليه بقى؟ الميه اللي بتكون موجوده في البارت ده اللي هو مثلا الليف او الستيم او البارك او الفروت او السيد او حاجه وات ايفر، لما اعمل دراينج او اجفف انا بتخلص من الميه اللي موجوده في الجزء ده. المياه دي هي بيئة ممتازة للباثوجينز،
بيئه ممتازه لنمو الباثوجنز او البكتيريا او المايكرو اورجانيزمز او الحاجات دي كلها، هي بيئه ممتازه جدا ليها. فبالتالي انا لما اعمل دراينج انا كده بحافظ على الاورجن اللي في ايدي ده من اي مايكرو اورجانيزمز والحاجات دي. ادي واحد. السبب التاني، الميه اللي موجوده دي بتحفز لي انزيمز كتيره جدا، كل الانزيمز بتشتغل في وجود ميه تقريبا. فبالتالي الانزيمز دي ممكن تحولي اكتف كونستيتوينتس، ممكن تعملي دي كومبوزيشن لاكتف كونستيتوينتس تكسرها لي، وممكن تبهدل الدنيا. فلا، انا لازم اعمل دراينج للبارت اللي معايا، يعني اذا كان بقى ليف، اذا كان فلاور، اذا كان ايه، لازم اعمله. في حاجات استثناءات ما بعملهاش، ده لو انا بقى محتاجه النتيجه بتاعت الميه. يعني لو الميه مثلا هتحول لي اكتف كونستيتوينتس ايه، هتحولها لي اكتف كونستيتوينتس بي، بس انا عايزه الاكتف كونستيتوينتس بي دي، يعني انا عايزاها موجوده، فخلاص مش هعمل دراينج، هسيب المايه موجوده عشان تحولها لي، فاهم قصدي؟ تمام. فالمهم ان احنا بنعمل دراينج لمين؟ للبارك. بنعمله عادي، مفيش سيستم معين بنعمله بيها، يعني مفيش طريقه معينه او حاجه، لا قال لك عادي ممكن اعمله في الشمس، او ممكن انا استعمل ارتفيشال هيت، يعني مفيش سيستم معين اللي هو لا لازم استعمل مثلا بسنسيتيف تو هيت وما اعرفش، لا 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 عادي ممكن صن ارتفيشال هيت، يعني مفيش سيستم معين، مفيش مشكله خالص. بس في حاجه مهمه قوي 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 المفروض تبقى واخد بالك منها. انا قلت لك انا بعمل دراينج ليه؟ عشان اتخلص من المايه اللي موجوده. هو سوري يعني في الكلمه، بس هي المايه دي موجوده فين اصلا؟ اذا كان الكورك ما فيهوش مايه، يعني الكورك نفسه الطبقه دي ما فيهوش مايه، والمنطقه دي هي منع دخول اي مايه لجوه، الطبقه دي موجوده فين؟ المايه دي موجوده فين؟ المايه دي موجوده في طبقه الفلويم. طيب تركيزك كله معايا في الحته دي. بص يا ستي، مش احنا قلنا ان البارك اول لاير فيه خالص هي اول لاير اللي هي الكورك؟ الطبقه دي ما فيهاش اي مايه، والطبقه دي لونها بني ووحشه وناشفه وخشنه وكل الكلام المقرف يتقال عليها، ماشي. طب الطبقه اللي جوه بقى، اللي جوه اللي هي الانر، مين؟ مش احنا قلنا الفلويم؟ طب الفلويم ده هو عباره عن ايه؟ خلايا برانشيميه عاديه جدا جدا، بارينكيمات الصلع دي، ممكن يبقى فيها شويه سكلرايدز او شويه فايبرز، ماشي، بس الحاجات دي بتبقى انتربتد، يعني الحاجات دي بتبقى موجوده في النص، لكن اغلبها ايه؟ بارينكيمه، يعني فيها ميه، يعني ملمسها ناعم، يعني لونها فاتح، صح ولا مش صح؟ اهو انا بقى بعمل دراينج عشان اتخلص من الميه اللي موجوده في الفلويم. يبقى مين البارت اللي متاثر بالدراينج اللي انا هعمله؟ البارت اللي هيتاثر هو الفلويم. يبقى انا لو جيت سالتك في الامتحان قلت لك انا بعمل دراينج عشان اتخلص من الميه اللي موجوده في الكورك، لا انا عشان اتخلص من الميه اللي موجوده في الفلويم، او يعني كميه الفلويم بمعنى ادق عشان نبقى صراحه اكتر مع بعض، ان كميه الميه اللي موجوده في الفلويم اضعاف 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 اللي موجوده عند الكورك. ده معناها ان لما اجي اعمل دراينج مين اللي هينكمش اكتر؟ الفلويم. مش الفلويم هو اللي هيفقد ميه اكتر؟ فهينكمش اكتر، فهيبقى واخد الشكل المقوس ده، البارك هيبقى واخد شكل مقوس. انا شرحتها لك على ايدي، انا عملتها لك فيديو على ايديا عشان اقدر ابسط لك الحته دي. بص ناخد بقى شاي كده على ما يشتغل. بص يا سيدي، ده البارك اهو، انا فردلك ايديا الاثنين اهو عشان اوريك. ايديا دي من جوه، يعني ايدي من جوه، ده الفلويم، ده الفلويم، ده الانر بارت، يعني ده كده الفلويم او ده الانر بارت. وظهر ايدي، ظهر ايدي من ورا اللي هو من تحت كده، ظهر ايدي من تحت ده الكورك. فانا دلوقتي كاني بالظبط قلبالك البارك بالشقلوب، يعني المفروض ان البارك الطبقه الاولانيه اللي هي الاوتر المفروض الكورك، ومن جوه الفلويم. انا بعكسالك، انا عامله لك ايديا كده، الوضع ده، الوضع ده بتاع ايدي، ده الفلويم، ومن تحت كده ظهر ايدي ده الكورك. بص اللي هيحصل بقى اهو، ده المفروض الفلويم عادي جدا، المفروض الفلويم دلوقتي هيفقد كمية مية أكتر بكتير من الكورك، فهيبتدي ينكمش. بص بقى اللي هيحصل لشكل البارك أهو، بص بص الفلويم بينكمش بينكمش، فالبارك بيقفل على بعضه، فهمت الفكرة؟ عرفت ليه بياخد الشكل ده؟ بياخد شكل المقوس ده كده، الشكل التقويس ده بيبقى على حسب ايه؟ على حسب كمية المية اللي بفقدها في الفلويم. وبما اني بفقد كمية مية في الفلويم اضعاف اضعاف كمية المية اللي بفقدها في الكورك، فالفلويم هينكمش اكتر عن الكورك، فهيبقى واخد شكل التقوس ده. يعني بص اهي، زي ما قلت لك، ادي ده شكل ايدي عادي، ده بارك عادي فريش. بص بقى لما اجي اعمل دراينج، الفلويم هيبتدي ينكمش 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 ينكمش، وياخد الشكل اللي هو الايه؟ اللي هو الكيرفت كده، تمام؟ طيب حلو قوي الكلام ده. طيب
انا قلت لك كلمه كده اتمنى ان انت تكون خدت بالي منها، اخدت بالك منها، ان انا قلت لك ايه، ان الانكماش ده مبني على ايه، على حسب كميه الميه اللي بفقدها في الفلويم. تاني، كميه الميه اللي بفقدها في الفلويم يعني ايه؟ يعني والله كل ما هفقد كميه ميه اكتر كل ما هيحصل تقوس اكتر. تاني، كل ما هفقد كمية مية اكتر كل ما هيحصل تقوس اكتر، صح بقى؟ تعال نشوف بقى اشكال التقوسات اللي بيعملها البارك. بص يا سيدي، اول نوع من التقوس هو تقوس كيرفت، بيبقى تقوس كده يعني بص بالمنظر ده، تقوس بسيط جدا بسميه سلايتلي كونكيف. سلايتلي كونكيف يعني ايه؟ يعني تقوس بسيط، سلايتلي خفيف. ده معناه ايه؟ ده معناه ان الشكل ده الفلويم اللي فيه فقط كميه ميه قليله، يعني كميه الميه اللي كانت موجوده في الفلويم كانت مش كتير قوي، والدليل على كده ان ما حصلش ايه، بس ما حصلش تقوس شديد او ما حصلش تقوس جامد، فبسميه كيرفت. كيرفت دي يعني ايه؟ سلايتلي كونكيف، يعني حصل تقوس اه بس خفيف سيكا. طيب تاني نوع بقى اسمه تشانلد. التشانلد ده عباره عن ايه؟ تقوس برضو حاصل بس تقوس عنيف شويه، زي الصوره اللي قدامك دي اهي، بيبقى تقوس اكبر، كونكيف قوي، ديبلي كونكيف، بسميها ديبلي كونكيف. يعني ايه ديبلي كونكيف؟ يعني تقوس قوي حصل ولكن ما لمسوش بعض. بمعنى، فاكر الفيديو اللي انا وريته لك بتاع ايديا ده؟ هل انا ايدي لمست بعضها؟ يعني تعالى اجيبه لك تاني كده. هل انا ايدي لما قفلتها لمست بعضها؟ ما لمستش بعضها. بص كده اهو، دي ايدي عاديه جدا. بص لما اجي بقى اكرمشها اهو اهو بالمنظر ده، هل انا اطراف ايديا الاتنين، الايدجز او الحدود بتاعت ايديا الاتنين، الايد دي والايد دي لمسوا بعض؟ لا، ما لمسوش بعض. طب ثانيه، لفوا على بعض؟ لا، ما لفوش على بعض. يبقى الايدجز الاتنين دول، حد ايدي اليمين وحد ايدي الشمال، لمسوا بعض؟ لا. لفوا على بعض؟ برضو لا. طب هل ايدي اليمين لفت لوحدها والتانية لفت لوحدها؟ لا، هو كل اللي حصل ديبلي كونكيف، يعني ايه؟ تقوس، بس تقوس عنيف شوية، شديد شوية، فده بسميه تشانلد. يبقى يعني ايه تشانلد دي؟ تشانلد دي يعني سترونجلي كونكيف شوية او ديبلي كونكيف، يعني اقوى من الكيرفت، يعني اللي تشانلد فقد كمية مية في الفلويم اكتر من الكيرفت. تمام؟ تمام. طيب النوع التالت اللي هو مين؟ اللي هو الكويل. الكويل ده ليه نوعين، سنجل كويل ودبل كويل. طب يعني ايه بقى الكلام ده؟ بص، مش انا قلت لك ان الكونكيف اللي بيحصل او التقوس اللي بيحصل مبني على حسب كميه الميه المفقوده؟ هنا في الكويل انا فقدت كميه ميه كتير جدا، اكتر من اللي تشانلد واكتر من الكيرفد، لدرجه ان الايدجز لفت على بعضها. ثانيه واحده، الايدجز لفت على بعضها. بص الصورة وركز في اللفظ، يعني طرف لف على التاني، بقت عاملة زي اسطوانة بالمنظر ده. طرف واحد، ايدج واحد، طرف واحد، طرف واحد والمصحف لف على التاني، طرف واحد لف على التاني، يعني كأن مثلا كف ايدي اليمين لف على كف ايدي الشمال، فكون لي فجوة واحدة. ده اللي بسميه السنجل كويل. يبقى ايه هو السنجل كويل؟ هو ديبلي كونكيف، كونكيف قوي جدا نتيجه فقدان ميه كبيره في الفلويم او من الفلويم. اللي بيحصل ان الايدج بتاعت البارك بيحصل لها اوفرلاب، ولكن الاوفرلاب ده عباره عن ايه؟ ان انا عندي ايدج واحد لف على التاني، او عندي طرف واحد لف على التاني. تمام كده؟ طيب الدبل بقى لا، ده كل واحد بيلف لوحده. يعني تعالى كده اوري لك صوره اهي. بص كده، شايف الصورة اللي تحت دي؟ اهو ده كده الدبل كونكيف. بص كده، الطرف اللي على اليمين او الحد اللي على اليمين او البريفري اللي على اليمين، او سميها زي ما تسميها، لف لوحده، عمل كونكيف لوحده، والتاني لف لوحده. طب بص بقى اللي فوق ده، ده ايه؟ ده سنجل كويل. ايه؟ الطرف لف على التاني، فلف على التاني عامل فجوة واحدة، عامل دورية واحدة، لكن هنا ده لف لوحده وده لف لوحده. طب ده سنجل كويل. طب ده سنجل كويل، دي باينة قوي. يعني بص دي باينة قوي ازاي؟ هي دي اللي على اليمين دي، بص كده هتلاقي الطرف اللي على اليمين لف على الشمال. فالسنجل كويل ده بيبقى عندي الايدج عمل اوفرلاب على التاني، لكن الدبل لا،
كل واحد انرولد لوحده، كل واحد لف لوحده، فعمل لي كانه تو شانلز او عمل كانه قناتين كده موجودين. تمام كده يا شباب؟ يبقى الكيرفت سلايتلي كونكيف شانلز ديبلي كونكيف واقوى من الكيرفت، يعني الكونكيف اقوى شويه من الكيرفت نتيجه فقدان كميه ميه في الفلويم اكتر. السكويل او الكويل الاولاني اللي هو سنجل كويل ده عباره عن كونكيف بيكون الايدج اوفرلاب على التاني، لف على التاني فعمل لي فجوه واحده. اما الدبل ده لا، كل واحد لف لوحده انرولد لوحده فعمل لي زي ايه، زي لفتين كده او زي قناتين كده او زي فجوتين كده موجودين. تمام؟ طيب ساعات لما باجي اجفف بتكون طبقه البارك رقيقه جدا، فبحط كذا طبقه على بعضها، يعني وانا بعمل دراينج بعمل دراينج لكذا طبقه فوق بعضها، فبفقد كميه ميه كتير، فاللي بيحصل ان الطبقات دي كلها بتلف على بعضها. تاني المفروض الطبيعي ان انا كل طبقه بارك بجففها لوحدها، ده الطبيعي، فبيكون لي بقى كيرفت او تشانلد او كويل او دبل كويل، ده الطبيعي. الاربعه دول بيبقوا عباره عن ايه، ان انا بمسك طبقه طبقه من البارك، او سوري بمسك بارك بارك لوحده وبجففه. لكن في نباتات او في اشجار بتكون طبقه البارك بتاعتها رقيقه جدا، خفيفه جدا، فبحط كذا طبقه فوق بعضها. الكذا طبقه فوق بعضها دي كل واحده فيهم هتفقد ميه، فكل واحده فيهم هتنكمش، فكل واحده فيهم هتلف على الثانيه، فبسميها كومباوند كويل. يبقى ايه الكومباوند كويل دي؟ قال لك هو ممكن يبقى سنجل او دبل كويل. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الطبقات الكتير اللي فوق بعضهم دول ممكن حد منهم يلف على التاني فيكون لي سنجل كويل، او ممكن الاثنين يعملوا انرول، يعني كل واحد يلف لوحده كده فيبقى دبل كويل. بس اهم معلومه اعرفها في الكومباوند كويل ان هم ايه، ان هم كذا لير فوق بعضهم. تعالى كده نشوف الصور اللي موجوده، ده اللي تشانلز زي ما انت شايف ديبلي كونكيف شويه، ده الكيرفت هتلاقي كونكيف خفيف خالص، ده السنجل كويل هتلاقي الايدج لافف على التاني لوحده ومكون لي فجوه لوحدها، ده الدبل كويل هتلاقي ده لافف لوحده بتاع اليمين والشمال لافف لوحده، ده برده الدبل كويل هتلاقي اليمين لافف لوحده والشمال ايه لافف لوحده. طيب استنى سيب الفلات دي بعدين، ثانيه واحده. ده السنجل كويل اهو اللي على اليمين، ده الايدج لافف على التاني لوحده، ده الدبل كويل ده لافف لوحده وده لافف لوحده، وده اللي تشند هتلاقيهم الاثنين قريبين من بعض شويه بس مفتوحه، يعني ما حدش لف على التاني ولا اي بتنجان. بص كده بقى الكومباوند اهو، زي ما انت شايف الكومباوند ده بيبقى عباره عن لايرز كتير من البارك فوق بعضها، كذا لاير من البارك فوق بعضها كلهم بينكمشوا. والله على حسب طريقه الانكماش، لو في طرف لف على التاني يبقى ده سنجل، لو الطرف ده لف لوحده والطرف ده لف لوحده بسميه دبل كومباوند كويل. تمام كده شباب؟ طيب في بس حاجه خدنا بالنا منها اللي هو الفلات. ايه الفلات ده؟ قال لك الفلات ده عباره عن ان انا لما اجي اجفف البارك بتاعي ما بيحصلش اي كونكيف. طب ده معناه ايه؟ ده معناه ان انا ما فقدتش ميه. الله، طب ازاي ما فقدتش ميه؟ قال لك ما هو ده بيكون موجود في بعض الاشجار ولكن مش منتشر قوي، بتكون بعض الاشجار الكبيره جدا جدا في السن اللي هي اولد تريز، كبيره جدا في السن، بتكون طبقه الفلويم بتاعتها اتحولت بقت فايبرز فما بقاش فيها ميه، فبالتالي ما فقدش ميه خالص تقريبا او فقد كميه قليله فبقى فلات. فالفلات ده هل هو منتشر؟ لا هو مش منتشر، هو ده بيبقى موجود في الاولد تريز قوي 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 اللي بتكون طبقه الفلويم بتاعتها اتحولت لفايبرز فبالتالي ما بقاش فيها ميه او ميه قليله جدا، فبالتالي الميه لما فقدتها او كده ما حصلش الكونكيف فبقت فلات زي ما هي. تمام كده؟ طيب دي بتكون موجوده في فيري ثيك بارك، المقصود بفيري ثيك بارك يعني ايه؟ يعني ان طبقه الفلويم اتحولت بقت فايبرز، فالفايبرز طبعا بتبقى ليجنيفايد فبتبقى سميكه جدا، فده اللي خلاها فيري ثيك بارك، وبتكون تحت كونديشنز معينه اللي هي البريشر. تمام كده؟ طيب ليه بيبقى بريشر؟ عشان ما فقدش ميه كتير. وده شكلها، ده شكل الفلات. طيب كده احنا خلصنا اشكال البارك اللي موجوده، وقلنا اشكال البارك دي بتتاخد على حسب ايه او بتتشكل بناء على ايه، بناء على كميه الميه اللي بفقدها فين، اللي بفقدها في الفلويم. تمام كده؟ طيب ما تيجي كده نتكلم عن الاوتر سيرفيس بتاع البارك، شكل البارك من بره كده عامل ازاي. انت بالمنطق هتقول لي رقم واحد هو هارد، صح، براون، صح، خشن، صح، ناشف، صح، كل المصطلحات دي كلها صح، ده طبيعي لان البارك عباره عن كورك مش كده؟ ده كل الكلام ده منطقي جدا وصح قوي. طيب بس في حاجه هنا كده، بص كده على الدبل كويل، شايف حاجه؟ هو ايه الابيض اللي موجود ده؟ ايه ده؟
دي حاجه غريبه قوي صح؟ ايه بقى الابيض اللي موجوده؟ بص يا سيدي، البرك ده ساعات بينمو عليه فطريات او طحالب، تمام؟ الطحالب دي بسميها ايبيفايتا، تمام كده؟ طيب الطحالب دي لما بتنمو على البرك بتتغذى على ايه بقى؟ هي بتتغذى بالفوتوسينثيز، يعني بتتغذى بعمليه البناء الضوئي. المهم يعني ان انا لما باجي انشف البارك او اجي اعمل دراينج بحتفظ بالطحالب اللي موجوده عليه، ما بشيلهاش. فالطحالب دي لما بيحصل لها دراينج هي اللي بتديني اللون الايه؟ اللون الابيض ده. يبقى لما اجي اقول لك كلمني عن الاوتر سيرفيس بتاع البارك اوصفهولي، هتقولي اول حاجه هو في لاند سيلز. لاند سيلز اللي هي اوبننج عشان تعمل جاز اكسشينج، قلناها. قلنا كمان ان هو في رايتودوما ودي ديد سيلز ومش عارف بلا بلا بلا، وهتبقى سكيلي ابيرنس، هتبقى ناشفه. قلنا كمان ان هيبقى في كراكس او فيجرز. يعني ايه كراكس او فيجرز؟ يعني زي فيجرز، زي قطوع كده، زي قطع او شقوق كده. وكراكس دي يعني زي شقوق برضو او شرخ، زي حاجات دي كده. الحاجات دي بتكون نتيجة ايه؟ بتكون نتيجة الجفاف. الحاجات دي بتكون بسبب الجفاف الشديد قوي قوي قوي، او بسبب الدراينس الكتير قوي 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 ده، فبتكون لي الكراكس او الفيشرز. طب ايه الفرق ما بينهم؟ ايه الفرق ما بين الكراكس وايه الفرق بين الفيشرز؟ الكراك ده بيكون سطح شوية، الفجر لا ده بيكون عميق سنه، يعني القطع بيكون عميق لجوه شويه، اما الكراك بيكون سطحي نوعا ما. ده ليك اوف الكتسيتي او اللي هي في المرونه بتاعه التيشو. طيب والكورك زي ما اتفقنا بيبقى ناشف جدا وبلا بلا والحاجات دي كلها. في بس حاجتين عايزه اتكلم عنهم. اول حاجه اللي هي الاكسوفليتس. ايه الاكسوفليتس دي؟ ساعات بيكون في بارك، البارك ده بيتقطع وبيطلع مكان واحد جديد. يعني البلانت ده بيجدد البارك بتاعه كل شويه، كل شويه بيجدد البارك بتاعه، فالبارك القديم ده بيتقطع وبيطلع مكان واحد جديد. هي دي اللي بسميها الاكسوفليشن. الاكسوفليشن دي هي عمليه تجدد البارك، ان البارك القديم بيتقطع وبيقع والبارك الجديد ماله بيطلع. يبقى انا دلوقتي عندي ايه الحاجات اللي ممكن الاقيها على الاوتر سيرفيس؟ قال لك اول حاجه ممكن تلاقيها اللنتسل، ممكن تلاقي الرايتودوما، ممكن تلاقي عمليه الاكسوفليشن، تمام كده؟ ان انا بعمل اكسبوزنج للانر بارك، يعني بطلع البارك اللي جوه، بطلع بارك جديد. ممكن الاقي كراكس او فيجرز، وممكن الاقي رينكلز. رينكلز دي بيكون سببها ايه؟ سببها برضو الجفاف جدا، ان يعني انا بيبقى عندي جفاف، او سوري معلش، الرينكلز دي بتكون نتيجه الدراينج او التجفيف، يعني بتظهر وقت التجفيف او كده، اللي هي الورتس اللي موجوده هنا كده، دي بتكون في افيع موجوده كده على البارك نتيجه التجفيف، تمام كده؟ انكماش نتيجه التجفيف، يعني في اجزاء بتنكمش كده في البارك فبتعمل الفقافيع دي. حلو. وقلنا كمان ممكن الاقي ايه؟ ممكن كمان الاقي الابيفايتا. فاكر الابيفايتس اللي قلت لك عليها، اللي هي مجموعه طحالب بتكون موجوده على البارك. وقلنا الطحالب دي بتتغذى ازاي؟ بتتغذى عن طريق عمليه البناء الضوئي او الفوتوسينثيز. ده معناها ان الابيفايتا دي موجوده فين؟ موجوده في الستم ولا موجوده في الروت؟ اكيد موجوده في الستم. وده سؤال وارد جدا الدكتور يساله لك في الشفوي او في الفاينل، يقول لك افرق ازاي بين الستيم بارك وبين الروت بارك من بره، من بره شكلهم من بره كده، افرق بينهم زي ما تقولوا عن طريق الابيفايتس. الابيفايتس دي هلاقيها موجوده في الستيم، مش هلاقيها موجوده في الروت. ليه؟ عشان الطحالب دي بتتخزى بعمليه البناء الضوئي، واللي هي محتاجه تكون معرضه للضوء، والروت مش بيتعرض للضوء. ودي امثله على الطحالب اللي موجوده، اللي هي الليشينز او اللايف وورت او اللي هي الليفر وورت او الموسز. وهو زي ما هو بيقول لك ان دي بقدر اعمل بيها ديستينجويش بين الستيم بارك وبين الروت. ايه؟ بين الروت بارك. دي اشكال موجوده على الاوتر سيرفيس بتاع البارك. زي ما قلنا ممكن الاقي بيفايتس اللي هي الابيض، ممكن الاقي الاكسفوليشن، عمليه الاكسفوليشن ان انا الاقي بارك قديم بيتقطع والجديد بيطلع. قلت لك ممكن الاقي رينكلز، او ممكن الاقي ووردز اللي هي الفقافيع اللي موجوده نتيجه التجفيف، ممكن الاقي كراكس وفيجرز، الاقي شروخ نتيجه الدراينس، ممكن الاقي ريتودوما ممكن اشوفها، ممكن اشوف اللينس. قلت لك الحاجات دي كلها موجوده ايه؟ في الاوتر سيرفيس. طب الانر سيرفيس بقى اللي هو مين؟ الانر سيرفيس عندنا الفلويم. مش انا قلت لك الاوتر سيرفيس اللي هي الكورك والانر سيرفيس اللي هي الفلويم؟ الفلويم بقى ده شكله عامل ازاي؟ قال لك الفلويم ده هو مليان ميه، بارينكايميت السيلز، عباره عن بارينكايميت السيلز، فهو بيبقى فيه ميه، فبالتالي هو سموث. بس هو في حاجه، الفلويم مش بيبقى بارينكايميت السيل لوحده، بيكون عليه لونج ديدول فايبرز، يعني بيكون عليه فايبرز شكلها بالطول كده، معموله بالطول ده جنب البارينكايميت السيلز. يعني هو عباره عن
90% منه بارينكيمات السيلز، بس بيكون في فايبرز انتربتد، يعني انتربتد وذ فايبرز، يعني بيبقى في فايبرز كده في النص بتكون لون جديد او بتكون بالطول. طيب لما اجي اعمل تكثيف للفلويم ده وافقد كميه الميه اللي موجوده فيه، الفايبرز بتبتدي تظهر بشكل اوضح، فبالتالي بيكون شكلها سترايتد بالمنظر ده زي ما انت شايف، بيكون شكل الفلويم سترايتد. ليه؟ لان انا فقدت الميه اللي موجوده، فبالتالي الفايبرز اللي هي كانت لونجديد او كانت بالطول ظهرت اكتر، فبقى شكلها سترايتد. تمام كده؟ وهنا بيقول لك ان ساعات لما اجي اقطع جزء من الفلويم بقطع معاه جزء من الوود، فبيكون شكله لايت من جوه. تمام؟ طيب تعالى بقى نمسك طبقة طبقة من الطبقات الانر سايد اللي موجودة، مش هتتشرح، مش هتاخد وقت كتير، لان احنا اكشلي اصلا ايه يعني شرحناها واتكلمنا عنها، فمش هتاخد وقت كتير يعني. طيب اول طبقة هنبتدي بيها هي طبقة الكورك. احنا قلنا الكورك دي عبارة عن ايه؟ ده التجمنتري تيشو بتاعي، ده الاوتر موست لاير بتاعتي، دي الطبقة الاولانية بتاعتي. طب الطبقة دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن ديد سيلز، خلايا ميتة. ليه؟ علشان عليها سيوبرين. تمام كده؟ طيب بص بقى الكلام ده قديم وانت عارفه، بس انا هقوله برضو للتذكار. الخلايا دي لو جت بصيت عليها من سيرفيس فيو، يعني بصيت عليها من فوق كده، هتلاقي شكلها بالمنظر ده، ده شكلها من التوب فيو او السيرفيس فيو. هتلاقيها ايه؟ هتلاقيها بوليجن الايزو دايمتريك. يعني ايه بوليجن الايزو دايمتريك؟ شكلها متعدد كده، ايزو دايمتريك يعني الطول قد العرض، فهي بوليجنال ايزودايمتريك سيلز. تمام كده؟ with thick suppressed wall. يعني ايه thick suppressed wall؟ يعني الوول بتاعها تخين بسبب السيوبرين، متغلظه بالسيوبرين. تمام؟ طب ايه السيوبرين دي؟ دي ماده امبرمبل ان ووتر، خلاص وفهمنا، وقلنا الماده دي هي دي اللي خلت الخلايا ايه، خلت الخلايا دي تموت يعني. تمام كده؟ وقلنا عندنا ايه كمان ممكن الاقيه مع الكورك، قلت ممكن الاقي معاه الريتودومه اللي هي عباره عن ايه، جثه. قلت لك الريتودومه دي هي الجثه، هي الديد كولابس تيشوز اوتر تو ذا كورك. يعني ايه؟ دي طبقه الابيديرم الميته، الله يرحمها ويغفر لها ويسامحها، هي دي الطبقه اللي كانت موجوده على الكورك من فوق، ماتت يعني وخدنا عزاها ويلا توكل على الله. فهي الديد كولابس يعني انكمشت او اتقطعت كده يعني، ديد كولابس تيشوز اوتر تو ايه؟ تو ذا كورك. طيب يبقى احنا الكورك قلت لو هفصفه من التوب فيو هلاقيه ايه؟ هلاقيه بوليجونال ايزو دايمتريك سيلز والسيك سيوبرايزد وول. طيب لو جيت بصيت عليها من الجنب من السايد فيو زي ما انت شايف هتلاقي شكلها مستطيل شويه، فبسميها ايه؟ تانجنشلي الونجيتد سيلز. يعني ايه تانجنشلي الونجيتد سيلز؟ يعني الخلايا دي طويله بالعرض، يعني مستطيليه، يعني واخده شكل المستطيل كده. تمام؟ فبسميها ايه؟ تانجنشال الونجيتد سيلز. دي لو انا هوصفها من ايه؟ من السايد فيو. طب لو سيرفيس فيو بوليجنال ايزودايمتريك. ده كده اول طبقه اللي هي التجمنتري تيشو اللي هي عباره عن الكورك والريتودوما. مين الطبقه اللي تحتها؟ الكورك كامبيوم. يلا بينا. الكورك كامبيوم اسمه ايه؟ اسمه فيلوجين. يعني ايه فيلوجين؟ يعني جينيريشن اوف فيلن، ده اللي بيصنع الفيلم. طيب قلت لك اهم كلمه تحفظها لي في الكورك كامبيوم سن وولد سيلز. ليه سن وولد سيلز؟ عشان تبقى عنده المرونه انه يقدر يحصل له ديفرنشيشن، يبقى appear in transverse section as tangential elongated cells. برضه نفس الفكره، بيقول لك لو جيت اخدت transverse section منها او تي اس كده هلاقيها برضه شكلها خلايا مستطيل كده عديده، يعني كذا صف، مش صف واحد، لا هلاقي كذا صف عادي. بس الحاجه المميزه جدا 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 ان هو سن وولد سيلز، الخلايا بتاعته رفيعه قوي 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 عشان يقدر تتقسم بسهوله او تنقسم بسهوله، ما تبقاش تخينه وصعبه. طيب بعد الكورك كامبيوم هخش على طبقه مين؟ طبقه السكندري كورتكس اللي هي بسميها الفيلوديرم. طيب الطبقه دي عباره عن سيفرال لايرز، خلايا عديده، قلت لك عادي ممكن تبقى بارينكايما، كولينكايما، سكلينكايما، على حسب احتياجي. هل انا مثلا عاملاها عشان تعمل ستورج يبقى خليها بارينكايما، عاملاها عشان تعمل لي سبورت كولينكايما، سبورت قوي قوي سكلينكايما، يعني براحتي على حسب احتياج النبات انا هطبق يعني اشوف النبات محتاج ايه ومن خلاله هعمل السكندري كورتكس بتاعي. ودي صور للحاجات دي، ادي دي الكولينكايما. طب انا عرفت منين انها كولينكايما؟ ليه مش بارينكايما؟ قلت لك الكولينكايما بتكون مغلظه جدا جدا بالسليلوز اللي هو لونه اسود ده، الاسود ده تغليظ الزليلوز ايه بس؟ ده تغليظ السليلوز، التغليظ بتاع السليلوز، فبيظهر لك كانها مسافات، بس هي مش مسافات يا شباب، يعني دي مش مسافات، ده كل ده ديبوزيشن اوف سليلوز، يعني ده كله ترسيم من السليلوز، يعني دي مش مسافات حقيقيه اقدر انقل منها اكسجين، اقدر انقل منها ميه، اقدر انقل منها نيوترينز، لا ده ترسيب سليلوز، يعني مش هينقل حاجه، فاهم قصدي؟
طب البارينكايميتا زي ما انت شايف، اللهم صل على النبي، عباره عن مجموعه بيض كده جنب بعض، بيضه جنب بيضه جنب بيضه، حجمهم كبير، وهتلاقي في بقى ما بينهم مسافات. هتقولي الله فين المسافات دي؟ هقول لك المسافات دي انت مش هتشوفها، بس المسافات دي بتسمح بمرور الاكسجين، الميه، الحاجات دي كلها. دي الكولينكايما والبارينكايما. طيب السكرينكايما قلناها قبل كده ان السكرينكايما دي عباره عن نوعين من السيلز، ممكن تبقى فايبرز وممكن تبقى سكليرويدز. طيب ايه الفرق بين الفايبرز وايه الفرق بين السكليرويدز؟ مبدئيا كده طالما الاثنين مع بعض سكرينكايما يبقى الاثنين ديد سيلز، الاثنين خلايا ميته. السكرينكايما دي خلايا ميته ليه؟ عشان هي متغلظه بالجنين قوي فبيبقى في منها جزء ميت، يبقى هي خلايا ميته. ده مبدئيا الفايبرز والسكليرويدز. طيب ايه الفرق ما بينهم؟ قال لك الفرق ما بينهم في الشيب. الفايبرز دي عامله زي الانابيب، ده شكلها بتكون موجوده في الستم شكل انبوبه، بص كده اهي اللي على اليمين دي، بص على الصوره اللي على اليمين دي، بتكون شكلها طويل كده بالمنظر ده، ده شكل الفايبرز بتاعتي، وبتكون محدده كده من فوق من عند الابكس بتاعتها، بتكون مدببه كده او محدده شويه. فلو جيت اخدت ترانسفيرس سكشن او جيت قطعتها بالعرض مثلا كده وابص عليها من فوق، هلاقي شكلها مضلع، واخده تقريبا شكل محدد كده، يعني في شكل مضلع فيها، يعني ليها نوعا ما شكل محدد. فلو جيت بصيت عليها من السايد فيو، لو جيت بصيت عليها من الجنب، هلاقيها لونج جديد ويل او هلاقيها بالطول. اما لو جيت بصيت عليها بالعرض، يعني قطعت كده خدت بشله كده من الجنب وبصيت عليها بقى من فوق، هلاقي شكلها ايه؟ شكلها نوعا ما مضلع شويه، اهو زي بالمنظر ده، بص زي اللي في الصوره دي هنا كده، اللي هي البتاعه دي، الصوره دي كده. فهم ايه اللي بيميزهم؟ الاثنين ديد سيلز ويز ثيك وول، الوول بتاعهم ثيك ليجنيفايد، في فايبر ساعات بتبقى مش لجنيفايد ساعات، بس يعني الاغلب ايه؟ لجنيفايد. والفانكشن بتاعتها سبورت، احنا عارفين ان هو طالما الجنين ملوش اي ستيل لازمه يا اخويا غير السبورت. طيب الفايبرز قلنا شكلها، لو هشوفها بالطول، لو هشوفها قصدي باللونج ديد ويل سكشن او بسايد فيو، هلاقيها شكلها لونج سيلز. طب لو هاخدها بالعرض هلاقيها شكلها مضلع شويه، بوليجنال كده شويه. طب السكليرويدز، السكليرويدز دي بالظبط بالظبط يا شباب عامله زي البذره. البذره دي يعني ايه؟ شكلها بليجنال، يعني شكلها ملوش شكل معين، يعني هي بليجنال ملهاش شكل معين، ما اقدرش اقول لك انها شكلها مضلع، هي كومباكت سيلز، يعني خلايا كده مكثفه مع بعضها، ملهاش شكل معين، شكلها سكاترد، يعني فاهم قصدي؟ ملهاش شكل محدد اقدر اوصفه لك. وده شكلها من ناحيتين، يعني هي شكلها من السايد فيو او السيرفيس فيو، الاثنين شكلهم واحد، شكلها عامل زي اهو زي البذر كده بالمنظر ده. السكرينكايما also makes up the heart outer covering of seeds and nuts، هي بتبقى شكلها شبه النص، وهي كمان على فكره هي اللي بتبقى، يعني عارف انت المكسرات والبذر مش ده بيبقى ناشف قوي؟ هو بيبقى ناشف ليه؟ بسبب السكليرويدز، فبتبقى واخده شكلها. وزي ما انت شايف هي هنا ملهاش شكل معين، هي ملهاش شكل محدد اقدر اوصف، لكن الفايبرز ليها شكلين، لو سايد فيو هلاقيها لونج، لو سيرفيس فيو هلاقيها ايه؟ هلاقيها شكلها مضلع شويه. طيب في بس حاجه عايزين نقولها، انه احنا عارفين ان هي متغلظه بالجنين، ولكن بيكون في السكلرايد عندنا هنا كده بسمي حاجه اسمها بيت شانل عشان الدكتور قالها، او بيت كانل. البيت كانل دي عباره عن ايه؟ دي كانل او دي انبوبه، الانبوبه دي نون ليجنيفايد ودي بتنقل ميه، تمام؟ عشان بس الدكتور قالها في المحاضره كده. احنا خلصنا السكندري كورتكس، وان السكندري كورتكس ممكن يبقى برينكايما او كولينكايما او سكرينكايما، وشرحنا السكرينكايما. خش على الطبقه اللي بعدها، البري سايكل. احنا عارفين برضو من الهرب ان البريسايكل ده ممكن يبقى ايه؟ ممكن يبقى حاجتين، ممكن يبقى بارينكايميتس، او ممكن يبقى سكليرويدز او اللي هو سكرينكايما، او ممكن يبقى الاثنين مع بعض، يعني هو ممكن يبقى بارينكايما لوحدها او سكرينكايما بعدها، او ممكن يبقى الاثنين مع بعض. عباره عن ايه؟ عباره عن بارينكايما وبيقطعها في النص باتشز من السكليرويدز، يعني طبقه بارينكايما وشويه سكليرويدز، بارينكايما وشويه سكليرويدز، بارينكايما وشويه سكليرويدز. فهو بيقول لك ممكن يبقى بارينكايما كله على بعضه، كله على بعضه بارينكايما، او ممكن يبقى كله كده على بعضه سكليرويدز. في الحاله دي كنا قلنا بنسميها ايه؟ بنسميها هوموجينس. هوموجينس يعني ايه؟ يعني كل السيلز زي بعضها، ده كله بارينكايما او كله سكليرويدز. وقلنا ممكن يبقى هيتيروجينس او هيتيروجينس. هيتيروجينس دي يعني ايه؟ يعني هو فيه الاثنين، عباره عن كونتينوس باند او باتشز، بيبقى فيه باتشز في النص كده بتفصلها، تمام؟ طيب كده خلصنا بريسايكل، نخش بعد كده على مين؟ على طبقه الفلويم. قلنا الفلويم ده عباره عن ايه؟ قلنا الفلويم ده عباره عن خلايا بارنشيميه وظيفتها انها تخزن لي الفود. ما احنا عارفين الفلويم ده وظيفته ايه؟ ينقل النيوترينتس والميه، بس هو بينقل النيوترينتس اهم حاجه، الزلم هو بتاع الميه، فهو بينقل النيوترينتس، فممكن يعمل شويه ستورج.
قلنا هل هي برينكيميتس بس؟ لا، ساعات بتبقى انتربتد ويز ايه، ويز فايبرز. وقلنا الفايبرز دي بتظهر قوي قوي امتى؟ بتظهر لما بعمل دراينج، لما الفلويم يبخر الميه اللي فيه، فالفايبرز دي بتظهر كانها لون جديد والفايبرز، وبتدي شكل الاسترايشنز اللي موجوده فين في الفلويم. ودي وظيفتها ايه؟ سبورت. ماشي. طيب اتكلمنا كمان عن ايه؟ اتكلمنا كمان عن الميدولاري ريز، وقلنا الميدولاري ريز دي عباره عن برينكيميتا سيلز بتكون راديالي الونجيتد. يعني ايه راديالي الونجيتد؟ تعالى اوريك شكلها. انا جايبه لها صوره عندي. اهي. لا مش دي، استنى. هي. بص، شايف الخطوط اللي بالاخضر دي؟ اهي دي، هي دي الميدولاري ريز. دي عباره عن خلايا برانشيميه عاديه جدا موجوده عند السكندري فلويم، البرايمري فلويم، مفيش اي مشكله. السكندري زايلم والبرايمري زايلم، خلاصه الكلام يعني ان هي موجوده في الفلويم والزايلم فقط، مش هلاقيها لا في البريسايكل ولا هلاقيها في اي حته. طب ليه؟ عشان الكامبيوم هو اللي بيصنعها. فالكامبيوم بيصنع ايه؟ بيصنع فلويم وزايلم، فهيصنع معاهم ميدولاري ريز في الفلويم والزايلم، ايه اللي هيوديه للبريسايكل؟ تمام. وزي ما انت شايف هي بشكلها بيبقى عامل زي شبه الاشعه كده، شبه اشعه الشمس، فبسميها راديالي الونجيتد، يعني مترتبه بشكل راديال، بشكل كده شعاع شويه. موجوده فين؟ موجوده في الفلويم والزايلم. دي وظيفتها ايه؟ تعمل كوندكشن بتوين الزايلم والفلويم. تمام. طيب ممكن تبقى عباره عن يوني سريت، او تبقى باي سريت، او تبقى مالتي سريت. يعني ايه؟ يعني الكامبيوم بتاعي ممكن يصنع صف واحد من الميدولاري ري، او يصنع صفين صفين صفين، او يصنع مثلا اربعة في اربعة في اربعة. فهمت كده الحتة دي؟ فالميدولاري ريز ممكن تبقى يوني سريت، ممكن تبقى باي سريت، وممكن تبقى مالتيبل سريت او مالتي سريت يعني. تمام. طيب وانا بيبقى شكلها عامل ازاي؟ راديال لاينز، يعني بيبقى شكلها شبه الريدز، او بيبقى شكلها شكل الشعاع، وممكن يكون شكلها فانل شيب. طيب ايه بقى فانل شيب دي؟ انا فهمت الراديال ريزل لاينز، ايه بقى الفانل شيب دي؟ بص يا سيدي، هي حاجه خياليه شويه بس يعني تحاول تخمن معايا. بص، احنا عارفين انه الليجنيفيكيشن او عمليه التغليظ اللي بتكون موجوده في الفاسكولار باندل، مين اكتر جزء بيتغلظ؟ عندنا اكتر جزء بيتغلظ هو الزايلم، صح؟ طب الكامبيوم هو عباره عن برينكيميتا سيلز فهو مش متغلظ. الفلويم في تغليظ، ايوه، بسبب الفايبرز اللي موجوده. حلو. فانت عندك في تغليظ في الفلويم، وعندك تغليظ في الزايلم، صح؟ والميدولاري ريز موجوده بين الفلويم والزايلم. تاني، الميدولاري ريز موجوده بالطول كده، واخده بالطول كده من الفلويم للزايلم. حلو. طيب التغليظ اللي هنا مش كتير، فبالتالي مش بيبقى ضاغط على الميدولاري ري، فالميدولاري ري نوعا ما بتبقى واسعه. لكن طول ما انت نازل نازل نازل، التغليظ بتاعها بيزيد. فلما التغليظ بتاعها بيزيد بسبب الزايلم، بيضغط عليها اكتر، فبتبقى ضيقه، فبتبقى واسعه من فوق وضيقه من تحت، فبتبقى واخده شكل الفانل كده اللي احنا كنا بنستعملها في السيوتكس. فلما اجي اقول لك مثلا في الشفوي، ليه الميدالري ريز ممكن يا دكتور يبقى شكلها فانل شيبد؟ تقول له ده يا دكتور بيبقى على حسب الليجنيفيكيشن. تقول له اصل بيبقى في الليجنيفيكيشن في الفلوي، وفي الجنيفيكيشن في الزايلم، بس الجنيفيكيشن بتاع الفلويم قليل. ده لان 90% من الفلويم عباره عن برينكيميتا سيلز، عندي شويه فايبرز بس هي دي اللي متغلظه، ففي الجنيفيكيشن بس قليل. فده بيخلي بيخلي الميدولاري ريز واسعه. واسعه ليه؟ مفيش لجنين ضاغط عليها من الجناب، مفيش لجنين ضاغط عليها من الجناب، فبتبقى واسعه. لكن كل ما تنزل لتحت الزايلم بيزيد، فاللجنيفيكيشن بيبقى اكتر، فبيضغط عليها من الجناب يخليها مور الونجيتد، يعني بيخليها طويله اكتر وضيقه، فبيخليها شكلها واسع من فوق وضيقه من تحت، فبيبقى شكلها الفانل شيب. هوريك صوره ليها، يعني حاول الاقي لك صوره. بص كده، انا يعني ايه، ما لقيتش صوره قوي في الموضوع ده، فجبتها لك، يعني رسمتها لك انا بسرعه عشان ارسمها لك كروك. يعني بص كده، ادي دي الميدالري ريز، هي دي الميدالري ريز، اهي خلايا برانشيميه عاديه جدا. صف ده وان سريت مثلا، او صف واحد من الخلايا البرانشيميه. ده الفلويم. الفلويم زي ما انت شايف هو اغلبه خلايا بارينكيميتس، فالجنين اللي فيه قليل، فبتبقى واسعه، يعني زي ما انت شايف عباره عن صفوف اهي عادي. كل ما بتنزل تنزل تنزل للزايلم، بص الزايلم ده عباره عن ايه؟ سيكليك ديفايد، مغلظ قوي قوي قوي، فالجنين ده بيضغط على الميدالري ري، فبيخليها ضيقه من تحت زي ما انت شايف، فبيبقى شكلها شبه الفانل اللي احنا كنا بنعمل منه فلتريشن في السيوتكس، بتبقى واسعه من فوق وضيقه من تحت. فهمت كده الحته دي؟
طيب يبقى احنا كده خلصنا الميداليه للريس، ودي صوره برضو، ادي اهي الميداليه للريس دي كذا باين عليها ان هي كذا سريت او كذا صف يعني، وادي دي فلويم فايبرز ودي فلويم برينكايما، برضو دي صور يعني. فكده احنا وصفنا الحمد لله حاجتين، وصفنا الاوتر سايد بتاع البارك اللي هو الكورك، وصفنا الكورك، وصفنا الحاجات اللي ممكن الاقي عليها اللي هي الابيفايتا، ممكن الاقي الكراكس والفيجرز، ممكن الاقي الووردز او الرينكس، ممكن الاقي الريتودوما، ممكن الاقي ايه كمان مش فاكره، بس ممكن الحاجات دي يعني. المهم شرحناها، وشرحنا كمان الانر سايد، وشرحنا كل طبقه في البارك عامله ازاي. هنخش بقى على ستراكشرز معينه موجوده في البارك، الا وهي ايه. احنا عارفين ان الاكتف كونستيتوانس اللي بتكون موجوده في الهرب زي مثلا اللافندر مثلا، او زي المنتا، اللي زي الحاجات دي بتكون موجوده فين في المنتا؟ بتكون موجوده في اللابيشيس هير. في اللابيشيس هير يعني ايه؟ يعني في الشعر اللي بيكون موجود، في الهيرز اللي موجوده. الكنابس، مش الكنابس كانت الاكتف كونستيتوانس بتاعته كانت موجوده في الجلاندولار هيرز اللي كانت موجوده فيها، وهكذا. فكانت الهيرز دي الجزء الجلاندر بتاعها كان هو ده اللي بيفرز الاكتف كونستيتوانس، او ده اللي كان بيفرز الفولاتايل اويل اللي موجود فيها. طيب انا في البارك ما عنديش هيرز، انا في البارك ما عنديش هيرز. ليه ما عنديش هيرز؟ ما عنديش هيرز لان انا تخلصت من طبقه الابيديرم. ما الهيرز دي مش موجوده غير على طبقه الابيديرم، وانا تخلصت منها بقت ريتودوما. فهل انا عندي جلاندولار هيرز او كده؟ لا ما عنديش. فانا عندي سكريتوري ستراكشرز مخصصه للبارك موجوده في البارك عشان تقدر تطلع لي الفولاتايل اويل ده. بسميها ايه؟ بسميها على اسمها سكريتوري سيلز، خلايا مفرزه. الخلايا عندها قدره على الافراز. افراز مين؟ افراز الفولاتايل اويل، او افراز اللي هو الزيت المسؤول عن الريحه، او الاكتف كونستيتوانس، وهكذا. طيب نبتدي كده بالسكريتوري ستراكشرز. انا هبينها لك الاول على دايجرام، يعني انا هشرح لك على الدايجرام ده، وبعد كده نشوف السلايدز. تمام اهو يا ولا، يلا بسم الله. اول حاجه احنا زي ما احنا اتفقنا ان احنا ما عندناش هيرز تطلع الفولاتايل اويل ده. طب انا هطلعه منين؟ قلت لك هنطلعه عن طريق انترنال جلاند. يعني ايه انترنال جلاند؟ مجموعه جلاند موجوده جوه جوه البارك من جوه، مش على السيرفس من بره. في حاجات بتبقى على السيرفس بس انا دلوقتي هتكلم عن الحاجات اللي موجوده انترنال، الحاجات اللي موجوده جوه. اول حاجه عندي اسمها سكريتوري سيل. يعني ايه سكريتوري سيل؟ بالراحه 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 من اسمها، سيل، خليه، خلية واحدة مفردة، يعني خلية واحدة مفردة. السيل دي عندها الفانكشن بتاعت السكريشن، او عندها الابيليتي بتاعت السكريشن، عندها القدرة على انها تعمل سكريشن للفولاتايل اويل اللي جوه. طب السيل دي وصفها ايه؟ السيل دي يعني كل الكلام اللي الدكتور قال عنها ان هي دبل لاير يعني طبقتين زي ما انا رسمها كده، وبيكون محاط بيها من حواليها كده بارينكيميتا السيل عادية. السيل دي عندها قدرة انها تفرز الفولاتايل اويل وتحوشه جواها، تعمله ستورج جواها. حلو، دي بسميها ايه؟ سكريتوري سيل. تمام تمام. طيب ساعات في بعض الباركس او بعض النباتات، يعني خلينا نعمم ونقول نباتات كده، بيحصل تجمع من السكريتوري سيلز دي. يبقى في عندي سكريتوري سيل وسكريتوري سيل وسكريتوري سيل وسكريتوري سيل وسكريتوري سيل مع بعض. لما يتجمعوا مع بعض كده بسمي مجموعه السيلز دي بسميها جلاند. مش احنا عارفين من ايام الفيسيولوجي ان احنا السيل، مجموعه السيلز بتكون تيشو؟ طيب مجموعه السكريتوري سيلز تكون لي جلاند. تمام كده، مجموعه السكريتوري سيلز او مجموعه الخلايا الافرازيه بتكون لي حاجه اسمها سكريتوري جلاند. يبقى لما اجي اسالك ايه هي السكريتوري جلاند، عباره عن ايه؟ عباره عن مجموعه من السكريتوري سيلز متجمعه مع بعضها كده، وعادي سراوندد باي بارينكيميتا السيل عاديه جدا، مفيش اي مشكله. يعني ما عملتش اي حاجه في البارينكيميتا السيلز، ولا هعمل، يعني انا مش قصر فيها، ففكك منها، اعتبرها مش موجوده خالص. حلو، طيب يبقى احنا كده عرفنا ايه يعني ايه سكريتوري سيل، ويعني ايه يعني ايه سكريتوري جلاند. طيب السكريتوري جلاند دي بقى اللي هي الغده دي، قسمتها لثلاث اقسام، او بمعنى ادق ليها ثلاث انواع، ليها ثلاث اشكال. الشكل الاولاني هو اسمه شيزوجينس جلاند. يعني ايه شيزوجينس جلاند؟ بص يا سيدي، قال لك السكريتوري جلاند دي كانت جلاند جميله وحلوه وقطقوطه وزي الفل، ومجموعه السيلز متجمعه بعضها مفيش اي مشكله، وكل سيل بتخزن جواها الفولاتايل اويل بتاعها، دي مخزنه الفولاتايل اويل، ودي مخزنه الفولاتايل اويل، ودي ودي، وهكذا مفيش مشكله خالص. قال لك افتر ماتيوريشن
بعد ما بعمل ماتوريشن او بعد ما السيلز دي بتنضج، بيحصل ان السيلز دي بتبعد عن بعضها شوية، تبتدي السيلز دي تنفصل عن بعضها شوية، ولكن مش لدرجة ان هي تبقى سكرتور سيل، يعني مش لدرجة ان كل سيل تبقى لوحدها، لا ده هما لسه ستيل جروب. طب انا اعرف منين هما لسه ستيل جروب؟ فاكر البارينكيميتا السيل اللي قلت لك عليها؟ هلاقي ان البارينكيميتا السيل محاطه بيها من كل حته، فافهم ان دي جروب اوف سيلز، بس الجروب اوف سيلز دول مش لازقين قوي في بعض زي دي، لا كل واحده بعدت سيك عن الثانيه. بعدت ايه؟ بعدت سيك عن الثانيه، يعني ما ينفعش اقول لك دي سكرتوري سيل ودي، لا لا لا، هما لسه جلاند، يعني هما لسه محتفظه بشكلها ان هي جلاند زي ما هي، بس السيلز دي بعدت سيك عن بعضها. فكولت لي كافيتي في النص او فراغ في النص، ده الفراغ ده هتصب فيه الفولاتايل اويل اللي كانت مخزناه. مفهوم كده الكلام ده؟ يبقى تاني، السكريتوري جلاند دي فيها كام نوع؟ فيها تلات انواع. اول نوع اسمه الشيزوجينس. الشيزوجينس ده يعني ايه؟ كلمه شيزو، عارف انت المرض اللي هو الشيزوفرينيا؟ هو الشيزوفرينيا ده يعني انفصام، انفصام في الشخصيه، هي نفس الفكره. شيزوجينس يعني انفصام في الجلاند، الجلاند بتبتدي تنفصل عن بعضها سيكه مش قوي، يعني بتسبب كافيتي بس في النص كده او فراغ في النص، بتبتدي كل خلايا تطلع فيها الفولاتايل اويل بتاعها. طيب بتفرز الفولاتايل اويل بتاعها ازاي؟ قال لك عن طريق تشانل كده بتبقى مبنيه عن الاي تي بي. يعني ايه اي تي بيز تشانل؟ او عباره عن زي بامب كده، عارف البامب بتاعت الصوديوم بوتاسيوم اي تي بامب؟ هي دي الصوديوم، قصدي الصوديوم ايه، بيبقى فيه تشانل كده، اللي تشانل دي بتقوم السيل من خلالها تطلع الفولاتايل اويل بتاعها، بس بتطلعه بواسطه اي تي بي. ده اول نوع، اول نوع اللي هو الشيزوجينس. تقدر بقى توصف لي الشيزوجينس ده عامل ازاي؟ هتقولي هو عباره عن سكريتوري جلاند، عاديه جدا. السكريتوري جلاند دي عباره عن مجموعه من السيلز، كل سيل بعيده شويه عن بعضها، سيبريتد فروم ايتش اذر اند فورم ا كافيتي، كونت كافيتي، ومن خلال الكافيتي ده كل سيل بتصب الفولاتايل اويل بتاعها. تمام كده؟ يبقى ما تيجي نقراها كده اهو. ايه هي الشيزوجينس جلاند؟ عباره عن اول حاجه هي ديفلوبد باي ذا سيبريشن اور سبليتنج اوف سيلز، بتبتدي السيلز تبعد شويه عن بعضها تكون لي كافيتي. الكافيتي ده بيكون تخين شويه وبيكون محاط بالسيلز، يعني زي ما انا موريها لك، الكافيتي ده بيكون محاط بالايه؟ اهو الكافيتي محاط بايه؟ محاط بالسيلز، يعني هو في النص يعني. تمام؟ طيب السيلز دي هل هي متدمره؟ هل هي وحشه؟ هل هي كخه؟ لا، السيلز سليمه جدا، فبسميها كافيتي از لايند باي انتاكت سكريتوري سيلز. انتاكت دي يعني خلايا سليمه، ما هياش بايظه، ما هياش اي حاجه. ده اول نوع، اللي هو نوع الايه؟ اللي هو الشيزوجينس، اللي هو زي اللي موجود في الاورنج. طيب السكريتوري سيل بالمناسبه كانت موجوده في السينمون والكاش. طيب في نوع تاني، في نوع تاني اسمه لايجوسينس اللي هو بتاع ده، يعني ده النوع التاني. طيب من اسمه لاي يعني يتكسر يتقطع، صح ولا مش صح؟ ده معناها. طيب تعال نفهمه بصراحه، ما عرفتش ارسم دايجرام قوي يعني، بس تعال نفهمه كده ايه اللي هيحصل. الفكره كلها بمنتهى البساطه ان انا كانت عندي الجلاند اهي زي ما هي زي الفل اهي، ما فيهاش اي مشكله، بس بعد الماتوريشن، بعد ما حصل ماتوريشن السيلز دي بتتقطع، فهمت؟ فبيتكون كافيتي في النص برضو، الكافيتي ده اللي هو اللي اتكون في النص ده برضو كل واحده هتصب فيها الفولاتايل اويل، بس الكافيتي ده هيبقى محاط بسيلز كويسه او سيلز سليمه ولا سيلز بايظه؟ هيبقى محاط بسيلز، السيلز دي لايزد سكريتنج سيلز، يعني ايه؟ يعني الكافيتي هيبقى محاط بسيلز متقطعه اهو، والصوره دي موضحه قوي الشكل اهو، ادي الكافيتي محاط، بص السيلز بقت عامله ازاي؟ بقت متقطعه زي ما انت شايف، فبسميها لايسوجينس او لايسوجينس، ما اعرفش اسمها ايه، لايسوجينس سكريتوري سيل او سكريتوري جلاند، سوري مش سيل، سكريتوري جلاند. فده عباره عن الكافيتي بتاعه بيبقى محاط بايه؟ بلايزد سكريتنج سيل. طب الشيزوجينس ده كان انتكت سكريتوري سيل، خلايا سليمه، فهو بيقول لك ديفلوبت باي ذا بريكنج داون اوف سيلز، السيلز دي بتتقطع وبتكون لي كافيتي، والكافيتي ده بيبقى محاط بالايه؟ باللايزد سكريتنج سيلز او بالخلايا اللي هي المتدمره دي، او مش متدمره، هي شغاله يعني بتطلع الفولاتايل اويل عادي، بس اقصد انها مقطوعه. طيب في نوع بقى ثالث، النوع الثالث ده السكريتوري جلاند بتاعته بتتعرض للاثنين، بتتعرض للشيزوجينس وبتتعرض لللايجوجينس. يعني ايه؟ يعني الجلاند دي بيحصل لها ان السيلز بتبتدي تبعد عن بعضها وتكون كافيتي في النص فبقت شيزوجينس، بس هكتشف ان بعد الماتوريشن السيلز دي بتبتدي تتقطع فبقت لايجوجينس، فهي بقت الاثنين في بعض، فدي عباره عن كافيتي محاط بالاثنين، بالانتكت وباللايزد سكريتوري سيلز. ان انا عندي الجلاند اول حاجه حصل لها شيزوجينس اللي الخلايا بعدت عن بعضها، وافتر ماتوريشن الخلايا دي بدات انها تتقطع شويه فكونت لي لايجوجينس، فهي عباره عن الاثنين مع بعض زي مين؟ زي الكلوف. تمام كده يا شباب؟ طيب
يبقى احنا كده اتكلمنا عن السكريتوري سيل واتكلمنا عن السكريتوري جلاند. في عندنا حاجه كمان السكريتوري داكت، بس الدكتور ما اتكلمش عنها، قال لك هي عباره عن قناه او كانل. الكانل دي او القناه دي هي اللي بتفرز الفولاتايل اويل، ما قالش عنها حاجه تاني يعني. طيب كده يبقى احنا خلصنا السكريتوري ستراكشرز. هل في ستراكشرز ثانيه موجوده زياده مثلا او كده؟ في عندنا حاجه اسمها اللاتكس. اللاتكس ده اتكلمنا عنه في المحاضره التاسعه، اللي هو عباره عن ايه؟ عباره عن سائل ابيض شبه الملك كده او شبه اللبن. يا سبحان الله، والله تصدق ما خدتش بالي من السلايدز، اهي مكتوبه ميلكي فلويد، يعني سائل شبه اللبن كده شويه، بيطلع من البلانت عن طريق الانجري، عن طريق الجرح. بيبقى مثلا علشان بيكون في مثلا الكالويدز فيسمم اي باثوجين، او مثلا عشان يسد الفراغات اللي موجوده دي عشان يمنع اي باثوجين ان هو يخش، وهكذا يعني. ممكن اجيبه ازاي انا اللاتكس ده؟ ممكن اجيب مطوه واغزه زي الافيون اللي هي ثمره الخشخاش. الخشخاش دي ممكن اجيب مطوه واغزها كده في النص فتطلع لي اللاتكس بتاعها، تمام كده. طيب الخلايا اللي بتفرز اللاتكس دي بسميها ايه؟ بسميها لاتيسيفرس. لاتيسيفرس دي السكريتوري سيلز اللي بتفرز مين؟ اللاتكس، تمام كده. طب السكريتوري سيل اللي بتفرز الفولاتايل اويل بسميها ايه؟ بسميها سكريتوري اويل. مفهوم كده الكلام ده يا شباب؟ طيب السكريتوري سيلز دي او اللاتيسيفيريس دي اللي بتطلع اللاتكس دي بتكون شكلها عامل ازاي؟ قال لك نفس الفكره بالظبط بتاعت السكريتوري جلاند. يعني ايه؟ مش احنا قلنا ان احنا عندنا ممكن يبقى عندي سكريتوري سيل لوحدها، سيل لوحدها كده تطلع لي فولاتايل اويل، او يبقى عندي مجموعه سيلز مع بعضها، صح؟ نفس الفكره. انا ممكن يبقى عندي لاتيسيفرس سيل لوحدها، ان انا بيبقى عندي سيل واحده بس السيل دي بيحصل لها برانشز، بيطلع منها برانشز، بيطلع منها تفرعات زي اللي على اليمين دي، زي الصوره على اليمين دي. دي سيل واحده بس زي ما انت شايف السيل دي اهي اهي ماشيه كده، راحت اتفرعت هنا وتفرعت لتحت وتفرعت من هنا، وده اتفرع فوق وده اتفرع جنب وده اتفرع من هنا ومن هنا ومن هنا. هي في الاصل سيل واحده بس السيل دي سوري يا شباب، السيل دي مالها؟ حصل لها برانشز او بدات انها تتفرع. دي بسميها اللاتكس سيل، تمام كده. يبقى دي عباره عن ان الونجيتد تيوب او قناه واحده، القناه دي بيحصل لها برانشز. طب اللاتكس فيزلز، فيزلز من اسمها هنا، دي اكيد عباره عن ايه؟ دي بتبقى عباره عن فيزلز لوحدها، كذا تيوب، يعني مش تيوب واحده وحصل لها برانشز، لا لا لا، ده هي كذا تيوب مع بعض. بس التيوبز دي او الفيزلز دي بيحصل لها فيوجن، بيحصل لها التحام، زي ما انت شايف في الصوره هنا. بص كده التيوب دي التحمت بالتيوب اللي جنبها، بيحصل لها التحام. قال لك الالتحام ده ممكن يبقى بارشل، يعني جزء من هنا مع هنا، او ممكن يبقى كومبليت، يعني الفيزل كامله تلتحم مع الفيزل دي، تمام كده شباب. بس هي دي المعلومات اللي احنا نعرفها عن الجزء ده. كده شباب احنا هنكون خلصنا الحمد لله الانترودكشن. اتمنى يا رب ان انتوا تكونوا فهمتوها، معلش هي طويله ورخمه شويه بس هي سهله والله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ومع السلامه.